السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بث آخر اضطريت نعيد واحد باسكو الانترنت الايامات هذه ربي يصبرني يعني. خالتي هيا هيا زربوا الحقوا علينا وراح الحال، وديجا طاحت الكاميرا كبير في البلاش وزيد تسحقوني وراح نجيكم. هيا خلينا نديرو هادو الزوج بكالوريات 2016 و 2017، نديرو تمرين تمرين عليهم في المناعة ونخلصوا علينا. هيا هيا هيا، اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي لا الصورة واضحة والصوت مليح، حطوا لي ابدا في لي كومونت باش نبدا. هاي ليه ليه، لا الصورة واضحة والصوت مليح، حطوا لي ابدا في لي كومونت باش نبدا. نبدأ خاوتية، نبدأ. دورة 2016 ودورة 2017، نبدأ بتاع 2017 طبعا. لا الصوت مليح والصورة مليحة والفيديو واضح، حطولي باش نبدأ. ابدا هاني دوك نبدا، دقيقة برك. هاي سبحان الله، مع الاول كحالة الكاميرا وتعطلت وتكوبات الانترنت، كي تعود هاي. طبعا هذا هو تاع 2016 اللي راح نديروه في المناعة، ها هذا، ومازال يزيد يكمل. بالنسبة تاع 2017 هذا هو اللي راح نديروه في المناعة. هاي ليه ليه، وخلينا نخلصوا عليه. هاي باه يكون واضح وانا نقرا نعلي لكم اللحن. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. تستجيب العضوية بإنتاج عناصر دفاعية إثر دخول الأجسام الغريبة فتعمل على إقصائها. لتعرف على بعض مظاهر بعض ما بعض المظاهر ومراحل الرد المناعي، نستعرض الدراسة التالية. تمثل وثيقة واحد بعض مظاهر الرد المناعي. هاي الوثيقة واحد، شتوها؟ قال لك واحد، تعرف على الخلية A و B. زوج، حدد المرحلة الممثلة في الوثيقة واحد، نوع الاستجابة المناعية المعينة مثلا، وانجز رسما تخطيطيا تفسيريا للشكل واحد. قال لك واشرح لي الظاهرة الممثلة بالشكل زوج. هكا هذا الشكل زوج، هذا. من بعد أعطاني الجدول هذا، قال لي قصد تحديد العلاقة بين الخلايا المناعية. قال لي قصد تحديد العلاقة بين الخلايا المناعية، تؤخذ خلايا لمفاوية من الطحال هكا وتحقق التجارب المبينة والتالية هذه في أوساط جراحية. أعطاني التجربة المرحلة واحد، تبعوا خالتي الخط، ها المرحلة واحد ها هي برك، والمرحلة زوج شوف وش صرا فيها، والمرحلة ثلاثة ها هي، وعندي النتيجة هكا كيما رانا نشوفوا في الجدول ولا راكم تشوفوا. أنا قاعد نقرا باه تكون الصورة غير واضحة، لا غالب الكونيكسيون. أنا قاعد نقرا هكا، أنا قاعد نقرا. كاين اللي مش واضحة شوية وكاين اللي مشوشة خلاص. هذه مش واضحة شوية ولا مشوشة خلاص؟ هاي نكمل، اي هاي نكملو برك، الله المستعان. الصورة غير واضحة، مش واضحة خلاص، حاجة ما باينة ولا مشوشة برك. هيا خاوتي الصورة واضحة شوية ولا مشوشة ولا خليني نبدأ عليا.
نبدأ. خاوتي الصورة مش ميك. اكتبوا خاوتي اكتبوا، ما يبان والو. استغفر الله، الليلة هذه مش مشوشة شويش. استغفر الله يا ربي، ان شاء الله ادعي وادعي وان شاء الله تصلح لكم. خليني ندير عليا زوج تمارين هادو، مش موالفة هكا صراحة. السمانة هذه ما على باليش بيها انا. يعني تبان كون نقراها باين الشيء، ماشي مشوش هذيك اللي خلاص ما يتشاف والو. صايب ده، هيا نبداو بربي ان شاء الله. كما كنت نشرح لكم، شفتوا هذا هو الشكل واحد، هاي الوثيقه، هذه هي الوثيقه اثنين. الوثيقه اثنين خاوتي فيها اوساط جيلاتينيه، المرحله الاولى العنصر المثبت، الجزيئات المستضد، جزيئات المستضد، جزيئات المستضد، خليه سرطانيه، خليه سرطانيه. خاوتي هذه المرحله الاولى، واش حطوا؟ حطوا عنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني. كاين ماده، كاين مثلا حاجه فوقها وسط جيلاتيني، وسط جيلاتيني، الحاجه هذيك اللي في الوسط الجيلاتيني اللي هنا هي المستضد اكس في المرحله، في التجربه 2 هي مستضد اكس، في التجربه 3 مستضد اكس، في التجربه 4 خلايا سرطانيه للفأر، في التجربه 5 خلايا سرطانيه للفأر. هكا هذه في المرحله الاولى حطوا لنا حاجه في المستضد الجيلاتيني. دركا في المرحله زوج، واش راح يصرى في المرحلة زوج؟ خاوتي حطوا لنا لمفاويات مضافة ال بي ال بي ال بي ال تيويت ال تيويت، وفي المر وحطوا لنا من بعد نسبة اللمفاويات المثبتة في الوسط الجيلاتيني هذا، في الوسط الجيلاتيني بعد الغسل. شوفوا قد حطوا من اللمفاويات شوية. يقرأ نسبة اللمفاويات المثبتة في الوسط الجيلاتيني بعد الغسل، الحمد لله اللي أصبحت جيدة، ابقوا دعيوا باللي تتعدل برك. شوفوا 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1، يعني حطوا شويه برك من اللمفاويات. المرحله الثالثه خاوتي قال لك اضافه لمفاويات اخرى، واش من اللمفاويات؟ الله اعلم. اللي هنا قال لك في التجربه الاولى هذه ما ضفنا حتى لمفاويات، بالتالي النتيجه عدم ظهور اجسام مضاده. هنا ضفنا في التجربه 2، هاي رقم التجربه، ضفنا لمفاويات ال تي كات محسسه، واش صرا؟ ظهرت لنا اجسام مضاده. في التجربه 3 ضفنا لمفاويات ال تيويت، ظهرت غياب الاجسام المضاده. في التجربه 4 عدم انحلال الخليه السرطانيه، باسكو ما ضفنا حتى واش، حتى خليه لمفاويه. في التجربه الخامسه والاخيره اللي هي ضفنا ال تي كات محسسه ضد الخلايا السرطانيه، الخليه هاي الخليه السرطانيه واش صار لها؟ انحلت الخليه السرطانيه، انحلت. هكا نكمل على بركه الله، نكمل باقي الاسئله. قال لي باقي الاسئله واش تقول لي؟ تقول لي قدم تحليلا مقارنا لنتائج للنتائج التجريبيه للاوساط 1 2 3 والوسطين 4 و 5، استنتج العلاقه بين الخلايا اللمفاويه المستعمله، واش هي العلاقه بين هذه الخلايا اللمفاويه المستعمله؟ قال لي علل نسبة اللمفاويات المثبتة بعد الغسل الوسط الجيلاتيني في المرحلة زوج. قال لي تعاد تجربة وسط زرع زوج مع إضافة الالتيويت عوض الالبي. ضفنا الالتيويت عوض الالبي. قال لي توقع نسبة اللمفاويات المثبتة بعد الغسل الوسط الجيلاتيني. هكا قال لي من بعد لخص في نص علمي مراحل الرد المناعي مبررا دور ال تي كات. اخوتي قلت لكم مراحل الرد المناعي تحفظ، تحفظ عليه باسكو انت كي تفوت هذوك الاسئله كامل وتوصل لهذا السؤال اخوتي، وتلقى لخص مراحل الرد المناعي يطيح لك المورال، يطيح لك المورال. على ديك لازم تحفظهم، على ديك لازم تحفظهم. نبداو نجاوبوا دقيقه برك، نبداو نجاوبوا خوتي. هاي نبداو على بركة الله، تستجيب قلنا هاي. وهو السؤال الأول قال لي تعرف على الخلية واحد، على الخلية ألف والخلية با. خوتي على حساب واش راني نشوف، الخلية ألف هي لاصقة مع الخلية با، هذه الأولى. زوج خوتي نشوف باللي الشكل زوج، الشكل زوج هذا
في الشكل زوج عندي الخلية نفسها اللي هي ألف ها هي بعد ملتصقة مع الخلية هذه، بصح الخلية هذه صار لها انحلت شوفوا كفا ولات، أي مش كما قال البعض الفوتوكوبي طبعها لهنا مليح ولا هنا ما طبعهاش مليح، تولهوا ديروا ليش أخطاء كارثية كما هذه. هكا نكمل ولله الحمد. هاي تعرف على الخلية ألف والخلية با. إذن الخلية ألف هي الخلية ال تي سي. علاه هي الخلية ال تي سي؟ باسكو خاوتي هي اللي وراء المرحلة الثانية في الشكل التنين، لاحظنا أنها دمرت الخلية الأخرى. هكا لاحظنا أنها دمرت الخلية الأخرى. إذن والخلية با، وش هي الخلية البا؟ الخلية البا هي الخلية المصابة. علاه الخلية المصابة؟ باسكو ال تي سي من شروطها لا تدمر إلا الخلية المصابة التي حرضت على إنتاجها، يعني المصابة بنفس الفيروس اللي حرض على إنتاجها. سيبو المراجع يقدر يجاوب بإذن الله. حدد المرحلة الممثلة في الوثيقة رقم واحد. قال لك هاي الوثيقة واحد، ما قال لكش الشكل واحد، تولهولي الأسئلة. قال لك حدد لي يا أخويا المرحلة الممثلة في الوثيقة هذه اللي هي الوثيقة رقم واحد، وش هي المرحلة الممثلة في الوثيقة كامل هذه اللي هي رقم واحد. إذن المرحلة أو المرحلة الممثلة في الوثيقة رقم واحد اللي هي مرحلة التنفيذ، ولا نقولوا مرحلة الإقصاء. علاه؟ باسكو خاوتي ال تي سي قامت بتنفيذ عملها وقامت بمهاجمة الخلية المصابة بحويصلات البرفورين أو ببروتين البرفورين اللي قام بثقبها وإحداث ثقوب فيها، بالتالي سمح للشوارد إنها تدخل وانفجرت الخلية بصدمة حلولية. سي بون هكا سي بون نكمل. قال لي حدد المرحلة الممثلة في الوثيقة رقم واحد ونوع الاستجابة المناعية. وش هي نوع الاستجابة المناعية؟ نقول له خويا الاستجابة المناعية هذه ما دام تمت بواسطة الخلية ال تي سي فهي استجابة مناعية نوعية واش خلوية. ممتاز. قال لي انجز رسما تخطيطيا تفسيريا للشكل واحد. للشكل واحد انا نعته لكم البارح في الواحد، كي يقول لي وين راحت هذه الكتيبة. الكتيبة هذه خاوتي ما ديروش عليها، هذه تاع المشابك. البارح الصباح برك وين كنت نشرح تمرين مش تمرين، بديت دخلت لهم في كومون الراحة، دخلت لهم في كومون الراحة تاع المشابك. انتوما اذا تحبوا غدوة نزيدوا نديروا تمارين والله وراح نقل عصبي، ولا تحبوا غدوة ديريكت ندخلوا في النقل العصبي. هاي حل تمرين بكالوريا 2017. اذا قال لي الرسم، انجاز الرسم. ما هي الملاحظات؟ واحد العنوان، عنوان للرسم. زوج البيانات. ثلاثة التأكد من دقة الرسم. التأكد من دقة الرسم. وش نرسم له انا؟ درك نهز له من هنا، نرسم له خلية. هيا نرسمه خلية. هاي هذه الخلية ال تي سي. نتفكروا مع بعضنا، الخلية ال تي سي عندها تيسير تقدر تتعرف بواسطته تعرف مزدوج، تتعرف على البيبتيد المستضدي وعلى الاشالة، وعندها السي دي ويت اللي يلتصق مع الاشالة. هذا سي دي ويت، نحط له البيانات ونحط له هذا تيسير، نحطهم له هكا ونحط له اسهمه ولا نكتبهم له تحت طول. زيدوا نحطوا الخلية المصابة. عندي معلومة تقول لي انه الخلية المصابة هذه نحطها له لهنا ونكتب له مثلا لهنا هكا، نكتب له خلية مصابة. عندي معلومة تقول لي انه الخلية المصابة تعرض لي واش محدد مولد ضد او البيبتيد المستضدي رفقة واش رفقة الاشالة. ها رفقة الاشالة واش رفقة الاشالة واحد. هذا اذا نحطه له اشالة واحد، ولهنا نحط له واش انا اني رسمتهم بعاد على بعضهم. سينو خاوتي دوك تشوفوا واش ندير. شوف هكا نديرها هكا مثلا، شوفوا وهك ها شت التيسيار. واش ندير انا درك في الاشاله؟ ندير هك كيما مدايرينو هما، فاي واللي هذا اللي هو العمود، هذا هو البيبتيد المستضدي. صحيح ولا نو؟ صحيح. علاه صحيح؟ باسكو هم دايري اصلا. علاه صحيح؟ باسكو كاين تكامل بنيوي، كتشوف تي سي ار مكمله للبيبتيد المستضدي. اسكو لازم يكون كاين تكامل بنيوي يعني محدد مولد ضد يعمر لي البلاصه تاع الاشاله المعروض عليه؟ لا مش شرط، هذه مش شرط،
هكا بصح لي شرط يكون كاين تكامل بنيوي بين التي سي ار والبيبتيد المستضد المعروض. نسيت حاجة، اصبر ندقق. هذه سميتها احنا نسميها خلية ال تي سي هكا، ولا نسميها خلية تائية سمية، ولا نسميها خلية ال تي سي السمية هكا. واش نسينا واش نسي ها هذا نحطه بيان كيما هكا مثلا، ونسميه هذا نسميه بيبتيد مستضدي. خصتنا حاجة، وي خصنا العنوان، العنوان نديره في إطار، والإطار الله أعلم بلك ما يسمحوا لكمش ترسموا وديروا الإطارات بسيالة زرقاء، تأكدوا من المعلومة ورجعوا لي الخبر. رسم، تحطوا رسم تخطيطي، رسم تخطيطي توضيحي، ولا نقولوا يوضح واش آلية التعرف المزدوج لل ال تي سي، على الخلية المستهدفة. ممتاز، هكا هكا صحيحة ولا نو؟ صحيحة خاوتي، صحيحة متأكد خويا محمد؟ نقول لك وي صحيحة إن شاء الله. هكا سي بون خاوتي، هيا نكمل. وين راح السوجي تاعنا؟ سبحان الله، قبيلة وين كان هنا؟ نكمل اي. اذا الجزء هذا الاول خلصناه، وصلنا للجزء الثاني، هاو نسميه لك زوج. قال لك قصد تحديد العلاقه بين الخلايا المناعيه، تاخذ خلايا نفاويه من الطحال. من الطحال انا عندي معلومه تقول لي باللي الخلايا النفاويه الموجوده في الطحال قدرت تكون التي كات، اوكي، قدرت تكون التي ويت، اوكي، قدرت تكون التي قدرت تكون البي، اوكي. خلايا نفاويه من الطحال وتحقق التجارب المبينه في الجدول رقم 2، ونحقق التجارب المبينة في الجدول رقم 2. هاي عندي أوساط الزراعية الجيلاتينية، عندي المرحلة 1 العنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني. العنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني، شوف 1 جزيئات المستضد، هكا جزيئات المستضد. إذا لهنا العنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني هو جزيئات المستضد. هادي رانا في التجربة 1، كي نحللو نتائجها ونفسروهم نروحو للتجربة رقم 2. اللمفاويات المضافة في المرحلة 2، هاني في المرحلة 2 اللمفاويات المضافة هي البي، اوكي. نسبة اللمفاويات المثبتة في الوسط الجيلاتيني بعد الغسل، اللي لقاو بعض اللمفاويات مثبتة في الوسط الجيلاتيني ورا ما داروا الغسل، قده نسبتها؟ هذه نسبتها 0.01. كاينه لمفاويات ثبتت بقيمه 0.01، اوكي. اضافه لمفاويات اخرى هذه في المرحله رقم 3، قال لك نو انا ما نضيفش، اوكي. النتيجه غياب الاجسام المضاده، هو قال لي اشرح وفسر ولا لا ما قالش، ما كان لها نشرح ونفسر. قدم تحليل المقارنه لنتائج تجارب الاوساط. ما دام قال لك، هو واش قال لك؟ قال لك قدم لي تحليل على هذه وهذه وهذه. سمحنا احنا نقراوهم هكا، احنا نقراوهم للثلاثة، نروحوا للتجربة زوج. التجربة زوج في العنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني عطاوك جزيئات المستضد، هكا ها هي جزيئات المستضد. المرحلة زوج اللمفاويات المضافة البي، نسبة اللمفاويات اللي مثبتة في الوسط الجيلاتيني ورا ما داروا الغسل، قده لقاوها؟ 0.01، اوكي. المرحلة الثالثة قال لك باللي خويا اضافه لمفاويات اخرى، نعم هي ال تي كات المحسسه ضد الاكس، اوكي. النتيجه خاوتي، النتيجه لاحظنا وجود اجسام مضاده. مش درك ممكن توضح لنا كيف تساهم الخليه العارضه في نضج ال تي سي؟ بالنسبه للخليه العارضه، اني قلت خاوتي المناعه كومبليني فوتو درتها، درك راني في دور في حل السوجيات تاع المناعة، ما نقدرش نحي التركيز تاعي من تم ونجاوبك. وش هو؟ راح نعطيك معلومة انه الخلايا ال تي اللي هي ال تي كات و ال تي ويت تنضج لي في الغدة السعتورية هكا، واللي ساهم في نضجهم هما خلايا الغدة السعتورية عن طريق عرض الاشالة والبيبتيد الذاتي، ماشي المستضدي، الذاتي.
هكا، بحيث الحاله الوحيده اللي تقدر تنضج فيها الخلايا التي سواء التي كات ولا التي ويت، اللي هي واش اللي هي انها تتعرف لي على الاشاله دون البيبتيد الذاتي. كي تنضج هذه الخليه اللي هي الالتي ويت، تنضج يتركب بعد التي سي ار وتركب وتهز لي المؤشر النوعي اللي هو سي دي ويت. سي دي ويت كي تتميز عن طريق الانترلوكين زوج، تمد لي خليه ال تي سي تكون ناضجه وتقدر تدير دورها هكا. هكا سي بون خلاص هيا نكملوا. وجود الاجسام المضاده، بصح ركز وقال لك اضفنا لمفاويات عباره عن التي قاطع المحسسه. التجربة ثلاثة حطينا في الوسط المثبت، قال لك العنصر المثبت على الوسط الجيلاتيني جزيئات اكس، جزيئات مصدر اكس اللمفاويات المضافة هي ال بي. نسبة اللمفاويات المثبتة يعني في المرحلة زوج، نسبة اللمفاويات المثبتة 0.1 ديما، إضافة لمفاويات أخرى ضاف لي ال تي ويت. لهنا ما ضاف والو، لهنا ضاف ال تي كات، لهنا ضاف ال تي ويت، لهنا ما كانش أجسام مضادة، لهنا كاين أجسام مضادة، ولهنا ما كانش أجسام مضادة هكا. ممتاز دركا خلصنا هذه. واش قال لي هو في السؤال؟ اقراو. قال لي قدم تحليلا مقارنا، وهذا اوعر واوعر انواع التحليل اللي قادر يطرحه لك. يقول لك قدم لي تحليل مقارن لنتائج التجريبيه للاوساط واحد زوج وثلاثة هكا، الوسطين 4 و5 دقيقه. بدا قال لي استنتج العلاقه بين الخلايا اللمفاويه المستعمله، تحليل مقارن. اسمعوا الهضره العلميه، اسمعوها، اسمعوا الهضره العلميه. شوفوا خالتي، التحليل المقارن لنتائج التجريبيه، التحليل المقارن لازم يهز لي الشروط والنتائج ويهز لي العلاقات. هذه هكا في الباك، التحليل المقارن يهز لي الشروط، يعني الشروط اللي حطوها مثلا في التجربه رقم في التجربه هذه هكا. ولازم يهز لي التحليل المقارن حاجه يعيطوا لها النتائج، النتائج كل ما ضفنا حاجه لاحظنا حاجه هكا، النتائج هادو يهزهم لي التحليل المقارن، النتائج هادو يهزهم لي التحليل المقارن. ثاني خاوتي في التحليل المقارن لازم نهز العلاقات وهو اخر شيء. شوفوا خاوتي اسمعوا الهضره العلميه، في حاله مستضد اكس، في حاله مستضد اكس في الوسط اثنين بوجود جزيئات المستضد اكس والال بي والال تي كات، ويني راني في الوسط زوج، ها في الوسط زوج، في وجود المستضد اكس ها والال بي ها والخلايا ال تي كات المحسسه، اني قاعد ندير تحليل مقارن او مش كيما التحليل الاخر، وهو اوعر انواع التحليلات. على ذيك تبعوا مليح والعام اللي فات مدوه لهم. كفاه نبدا نقول له في حاله مستضد اكس، هاهم في حالات مستضد اكس، نقول له في الوسط رقم 2 راني حددت له، قلت له في الوسط رقم 2 بوجود جزيئات المستضد اكس وال بي وخلايا ال تي كات، ونضيف له كلمه المحسسه ضد المستضد اكس، يتم انتاج اجسام مضاده هكا، يتم انتاج اجسام مضاده. ما هيش باينه مليح، راني قاعد نقرا واش اللي قاعد نهضر وقاعد نقرا واش لي في الجدول، واني نشوف فيها باينه مليح، اني حال درك في الانترنت بالميكرو حال وقاعد نشوف باللي البث يبان مليح لاباس عليه، مش واضح واضح وانما مليح تقدروا تشوفوا، يعني بلا واحد ما يعني بلا يعني كما نقولوها الدلال تقدروا تشوفوا. علاه هيا نكمل. في الوسط زوج بوجود جزيئات المستضد اكس قلت لكم وال بي وال تي كات المحسسه ضد المستضد اكس، يتم انتاج اجسام مضاده اوكي، بينما في الوسط واحد بوجود جزيئات المستضد اكس والال بي وغياب الال تي كات، هي وغياب اللمفاويات الاخرى اللي هي الال تي كات. وفي الوسط ثلاثة في وجود المستضد اكس وال بي واضافة لمفاويات ال تي ويت، لا تنتج اجسام مضادة. اسكو هذا هو التحليل المقارن؟ هذا هو التحليل المقارن. اسكو يعطيني عليه النقطة الكاملة؟ نعم. بصح راني نلاحظ انه قصير بزاف، وي قصير على روحو، بصح شمل لي. قال لي في الوسط اثنين في وجود جزيئات المستضد اكس والخلايا او الخلايا اللمفاويه ال بي والخلايا اللمفاويه ال تي كات المحسسه ضد المستضد اكس،
نلاحظ انتاج اجسام مضاده. هاو جاب النتيجه وجاب العلاقات وجاب الشروط. قال لك بينما في الوسطين 1 و 3 في وجود الجزيئات المستضاده اكس والخلايا ال بي، وعند عدم اضافه اي شيء وذلك في الوسط 1 وعند اضافه الخلايا ال تي ويت في الوسط 3، لاحظنا عدم انتاج الاجسام المضاده. ما تنساوش هاو في السؤال منا واش قال لي. قال لي ثم قال لي اعطيني تحليل مقارن، وقال لي من بعد استنتج لي، قال لي يا خويا كي تمد لي التحليل المقارن استنتج لي العلاقه بين الخلايا الليمفاويه المستعمله. وين هالخلايا الخلايا الليمفاويه المستعمله لهنا؟ هي الخلايا ال بي وال تي كات وال تي ويت. وش هي العلاقه بين هادو؟ شوفوا العلاقه واش راح نقول له. اذا العلاقه بين الليمفاويات المستعمله، استغفر الله. اذا ومنه بوجود الخلايا ال تي كات والال بي معا ضروري لانتاج الاجسام المضاده. العلاقه هي ان الخلايا ال تي وجود الخلايا ال تي كات مع الخلايا ال بي ضروري لانتاج الاجسام المضاده. وكي نجي نمد له انا علاقه هذيك شغل كاستنتاج، هذيك استنتاج، اسكو نقدروا نحطوها كعلاقه؟ قادر يحسب لك نصف العلامه ولا ربع العلامه، سما ما تنصحناش بها، ما ننصحكمش بها. وانا اللي تنصحنا بها نقول لكم انا العلاقه اللي ننصحكم بها تقولوا توجد علاقه تعاون بين الخلايا الليمفاويه، او قال لي تعاون وحنا قرينا في المناعه التعاون المناعي. اذا نقول له توجد علاقه تعاون بين الخلايا الليمفاويه ال بي والخلايا الليمفاويه ال تي كات، حيث تساعد الخلايا ال تي كات ال بي على التمايز الى بلاسموسيت منتجه للاجسام المضاده. ونقص عليا الهضره، ايه علاه نبقى ندور ونقول له بالانترلوكين؟ هو قال لي يا خويا واش هي العلاقه؟ مادام جبت له اسم العلاقه تاع التعاون المناعي بربي ان شاء الله اني ضامن، يعني لا مش النقطه كامله، ضامن نصف النقطه. ولا زدت وضحتها له كما قلت له انا توجد علاقه تعاون مناعي بين الخلايا الليمفاويه ال بي والال تي كات، حيث تساعد الخلايا ال تي كات ال بي على التمايز الى خلايا بلاسموسيت منتجه للاجسام المضاده. عندي النقطه ان شاء الله هكا. خاوتي كون نقول لكم قداه عليها العلاقات بالك ديك تحيروا ولا تبكيوا ولا العلاقه. شوف كون تعطي العلاقه تاع هادو وهادو، حنا درنا تاع هادي برك العلاقه، كنت مد تاع هادي وهادي مدلك نصف نقطه هكا وصل. تصحح النموذجي العام اللي فات للاساتذه، قالوا لهم كنت مدوا كون يمدوا لكم العلاقه صحيحه تاع هادي والعلاقه صحيحه تاع هادي، عطاوهم نصف نقطه، نصف نقطة عليهم في زوجوي نصف نقطة. والتحليل، التحليل خاوتي على كل تحليل كون تحلل هذه برك عليك عندك نصف نقطة، وكون تحلل هذه برك عليك وعندك نصف نقطة. على هذيك ركزوا ركزوا قراوا على قد ما تقدروا والله المستعان. بدات تشوش الصورة. نكمل. قال لك اخويا اعطيني ثاني تحليل مقارن بين الوسط 4 والوسط 5. وين مدوا لك تحليل مقارن خويا بين الوسط 4 والوسط 5؟ شوفوا واش لاحظ، شوفوا واش لاحظ. لاحظ خاوتي في الوسط 4، في الوسط 4 انا قاعد نقول لكم الساعه واش لاحظ ومن بعد نعطيكم تحليل المقارن. في الوسط 4 كاين خلايا سرطانيه لفأر، في الوسط 5 كيف كيف الليمفاويات المضافه لاحظنا ال تي ويت ال تي ويت. نسبه الليمفاويات المثبته على الوسط الجلاتيني كامل فيهم 0.01 ما نهضروش. بصح في اضافه الليمفاويات عندي اللي نضاف ال تي كات ضد محسسه ضد السرطان، وال تي كات ماهيش وما كانش خلاص اللي هنا ما اضافش ال تي كات. اللي هنا لاحظ عدم انحلال الخليه، واللي هنا لاحظ انحلال خلايا السرطانيه. قال لي اعطيني تحليل مقارن عليهم في زوج. واش نقول له في التحليل المقارن؟ نقول له في الوسط 5 بوجود خلايا سرطانيه، ها في الوسط 5 بوجود خلايا سرطانيه والخليه ال تي ويت والخليه ال تي كات المحسسه ضد الخليه السرطانيه، ضد الخليه السرطانيه يتم انحلال الخليه السرطانيه، بينما في الوسط 4 بغياب الليمفاويات المضافه وهي الخلايا، بغياب الليمفاويات المضافه ولا نقول بغياب الخلايا ال تي كات المحسسه لا يتم انحلال الخلايا السرطانيه. نقول له ومنه وجود ال تي كات مع ال تي ويت ضروري ضروري واش لي ضروري لتخريب الخلايا المصابه، ضروري تخريب الخلايا المصابه. اسكو هذا صحيح؟ وي صحيح صحيح اخويا صحيح. واني كان لاحظ الاجابات يعني والتنقيط في الحل المنهجي اللي هو هنا، ها هكا قال لي واحد
نكسبوا المنهجية يا خوة. وانا منهجية، وانا منهجية تقصدوا عليها؟ ما فهمتكمش. اكتب المنهجية. المنهجية، شوفوا هاي المنهجية. أنا قاعد نعطيكم إجابات منهجية، سما على بالكم مانيش حاب نعطيكم إجابتي بعد نقول لكم بصح هما حطوا إجابة منهجية. وش هي؟ قاعد نعطيكم مباشرة إجابات منهجية اللي هي هنا ونشرحها لكم، واللي هي نشرحها لكم خاوتي. هاي الإجابات المنهجية هكا. الآن قال لي نقولوا تعاون خلوي ولا تعاون مناعي. بالنسبة نقولوا تعاون خلوي ولا تعاون مناعي؟ خويا خويا نقولوا تعاون مناعي. عليه تعاون مناعي؟ باسكو التعاون الخلوي، كون تقولوا تعاون خلوي يقول لك كمالات صرا غير بين الخلايا التي كات والخلايا التويد. يقول لك هي، وتقول له ويقول لك يصرا غير بين الخلايا التويت والخلايا البي، يقول لك هي. يقول لك بصح التعاون ومش غير محصور على قضية الخلايا التيكات والتيويت. لهنا برك لهنا حصروه مادام في التجربة. بصح كاين تعاون مناعي تدخل فيه البالعات. البالعات إذا شوف، هو أنا قاعد نعطيك المصطلح. تقدر تقول له تعاون خلوي ما يضرش، باسكو هو صح تعاون بين الخلايا. بصح كمصطلح علمي وكشي اللي يدرس من قبل الأساتذة، نقول لك خويا اكتب له تعاون مناعي. علاه؟ باسكو تعاون بين خلايا مناعية هكا. هذا وين جيت؟ ايه بصحتك. المهم احنا هنا، هذا وين جيت؟ وش راح ندير لك؟ رانا احنا يعني ما طبعا ما نشرح نعاوده. خلاص حكمتوا لي تحليل المقارنه. هي قال لي استنتج درك العلاقه بين هذه وهذه. كي نقول له استنتج العلاقه بين هذه وهذه، وش نقول له؟ نقول له كما نقول له يوجد تعاون مناعي بين الخلايا التيكات والتيويت التي ادى الى تمايز الخلايا التيويت الى خلايا التيسي. اسكو هذه هي العلاقه؟ خلاص منقص عليا الهضره. نقول له يوجد تعاون مناعي، هاي العلاقه. العلاقه هي الاسم تاع التعاون المناعي، ونشرح له الشرح هذاك شويه. نقول له يوجد تعاون مناعي بين الخلايا التيكات والتيويت. نقول له يوجد تعاون مناعي بين الخلايا التيكات والتيويت الذي ادى الى تحفيز الخلايا التيويت على واش؟ على التمايز الى خلايا التيسي. سي بون سي بون. اكتب لنا في ورقه قصدي باش نشوفوا طريقه كتابتها. اللي قاع نملي عليكم خاوتي هي طريقه تاع الكتابه. ها مثلا شوفوا هاي العلاقه الاخيره. ما فهمتش انا اخي، عربيه ماشي فرنسي. شوفوا شوفوا شوف. تقول له مثلا العلاقة بين، تقول له ولا نقول لك هاي المنهجية. تبع خويا تبع. تقول له استنتاج استنتاج العلاقة بين الخلايا، وتحط له زوج نقاط وتحط له مطا كيما حنا. مثلا حنا غير في تاع الاخرين تاع 4 و5. تقول له قلت لك يوجد علاقة تعاون مناعي بين الخلية التيكات و التيويت التي أدت، ولا نقول له حيث أن الخلية التيكات أدت إلى تحفيز الخلية التويت إلى تمايز إلى التيسي. خلاص خلص الهضرة. هذه هي العلاقة هكا. صاي استغفر الله. نكمل إن شاء الله توضح الصورة وتبقى غير واضحة. هاي نكمل. قال لي علل. خلاص خلصنا الأسئلة هذه. قال لي علل نسبة اللمفاويات المثبتة بعد الغسل، بعد غسل الوسط الجيلاتيني في المرحلة 2. هذه عرفتها، راح يطلب تفسيرها خاوتي. قال لك علاه بعد الغسل لقينا نسبة من اللمفاويات واش وشبيهه؟ لقينا نسبه من اللمفاويات مازالت حاصله، ولو كان قليله بصح مازالت حاصله. واش نقولوا له؟
احنا عندي معلومة من قبل تقول باللي الخلايا البي والخلايا التويت عندها واش عندي معلومة من قبل تقول باللي الخلايا التويت عندها تي سي ار وعندها سي دي واش اكتب لنا في البريون كيف نكتب لك في البريون مفهمتكش خويا نكمل احنا عندي معلومه في البي سي عندي معلومه باللي الخليه البي عندها البي سي ار هكا عندي معلومه باللي الخليه التويت عندها واش سي دي ويت وعندها تي سي ار بدات توضح شويه على لصقتها دوك نزيد نفهمكم اكثر اللي يبدا يهضر ويقول لك بصح دقيقه برك حني حابك اني عارفك وين حاب توصل محمد خويا بصح اللي احنا ما كانش خليه عارضه نقول لك يا خويا نسيت هذه الخليه السرطانيه للفأر رقم واحدة او للفأر برك ما قالش رقم ما تنساش الخليه السرطانيه هذه اذا وش نقولوا نقول لك تعلل نقول لك صاحبي تعلل نسبه تعلل نسبه ثبات الليمفاويات ولا نقول لك تعلل نسبه الليمفاويات المثبته في المرحله رقم 2 على مستوى كل الاوساط اسمع هذا وهذا 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 علاش كل الاوساط باسكو خاوتي شوفوا الاوساط كامل المرحله رقم 2 المرحله رقم 2 هاي بالضبط هاي شوفوا تبعوا الخطوطه مرحله رقم 2 فيها نسبه الليمفاويات المضافه وفيها النسبه وكي نجي نقول له تعلل نذكر له المراحل يعني قال نحضر لكم المنهجيه اوكي فهمتك خلاص هيا نكملوا نقولوا تعلل نسبة ثبات الليمفاويات المثبتة في المرحلة رقم 2 على مستوى كل الأوساط هاي كما قال هطفل نكتبوها في ورقة هاي أنا وعلى الوقت برك مانيش حاب نكتبها لكم في ورقة على الوقت هيا نكمل ها مثلا نكتبوا هكا با نحط له هكا مادام السؤال با نحط له با تعليل نسبة ثبات الليمفاويات المثبتة في المرحلة زوج على مستوى كل الأوساط اللي هي 1 و 2 و 3 حتى 5 يوجد عدة نسائل من الليمفاويات البي و التي ويت اسكو الهضرة هذه صحيحة نعم نقول له نسبة الخلايا التي تحمل بي سي ار او تي سي ار يتكامل مع محدد المستضد قليلا نقدر نزيد له مصطلح جدا نقول له قليلا ونقول له جدا على حد توضيحه باسكو 0.01 على بالي ما فهمتوهاش اني نخلص كتيبه ونوضح لكم هكا نخلص كتيبه ونوضح اذا فور ماني راح نخلص كتيبه راح نوضح هكا زيدوا واش نقولوا انتقاء خي قعدت بان ايه الاقلام الملونه واش خويا خير ان شاء الله الاقلام الملونه ونزيد نسطر لك بالمسطره بركاونا بنات مسخره خاوتي ياكم جماعه عباك يا بركاونا بنات مسخر اني قال كنت تقول لي الكتابه مش واضحه حقك بصح نقول لك اصاحبي اني قال نقرا واش قال نكتب هكا بصح تقول لي اقلام ملونه وهكا اصلا الاقلام الملونه بالك في الباك ما كانش والله اعلم اكتبوا له هذا اللي قال لكم اقلام ملونه اكتبوا له لا كاين الاقلام الملونه في الباك ولا ما كانش اكتبوا له باش يولي يعرف انا على بالي بلي في الباك مسموح غير الزرق ولا الكحل تكتب لهم في الملونه في الباك يدلك هك ينحي لك التنظيم تاعك كذا هاي نقولوا انتقاء المستضد اكس
والخلايا السرطانية النسيلية، شيء من كلمة نسلة، نسل النسيلية اللي هي نسل، النسيلية المناسبة لكل منها التي تملك مستقبلات تتكامل بنيويا مع محدد المصدد. اش معناتها الهضره هذه؟ معناتها خاوتي هما في التجربه تاع الباك اللحن. خلاص خاوتي، يعني مش هضرت هذا الشيء باش توليو تضحكوا عليه، او من باب يعني كشغل كاع ننصحوا باك انا، لخطر يعني خلاص نورمالمون تنحيو الحوايج هذه تاع باسكو كي تطلع في الجامعه دوك تطلعوا ان شاء الله وتلاحظوا. اي الشيخ اي يبقى يملي برك ماشي تاع تنظم ودير تنظم، غير خلي دير ديما روح جيب معاك اوراق كيما هذه. وشفت كي ترجع للدار ابدا نظم الدروس وليكور تاعك. في الجامعه ما كاش الهضره هذه. كيفاه تفسر اللي كتبوا بالاقلام الملونه وداو 18؟ بوه انا باك عهد قديم، خاوتي تاع الباك الجدد ولا اللي عقبوا العام اللي فات ولا اللي عندهم معلومات. اذا عندكم معلومات اسكو الطالب يقدر يكتب باقلام ملونه ولا لا، واسكو الطالب يقدر يرسم بالسياله الزرقاء في الباك، فيدونا فيها في التعليق درك. هيا درك درك بعد درك، باسكو هذا السيد حاب يكتب بالاقلام الملونه في الباك بالسيف، وانا قلت له راه ممنوع، ما عرف لا بدلوه القوانين ولا ها. حطوا درك بعد درك، مستحيل كامل ما عندكمش معلومات. هيا نكمل. هاي هاي قال لكم خاوتي، شوفوا لاحظوا هنا، لاحظوا اخاوتي. شو هذا؟ اوكي لاحظوا خاوتي، نسبة اللمفاويات المثبتة في الوسط الجلاطين. شوفوا قال لكم اللمفاويات المضافة، اسكو قال لكم نسل الذي لديه مثلا كما هنا بسيار يتكامل بنيويا مع المستضد المضافة، قال لك لمفاويات مضافة. منين خويا هزوا اللمفاويات المضافة دي؟ من الطحال. من ايه؟ الطحال. اسم اللمفاويات هذه هزوها من الطحال. تشوشت الصورة. اصبروا تتعدل، اصبروا خاوتي تتعدل. اي استغفر الله يا ربي على ها هاي وحدة نصحتك، قالت لك اخويا ممنوع، ما كان لحتى ريسكي براحك. نورمالمون هكا قالت لك ممنوع تكتب بالالوان. ايوا صاحبي معزه ولو طارت، ولا يقولوا حاجه خلاف بقره ولو طارت ولا حاجه كيما. قلنا لك ما كانش الالوان، اسمع الراي. انا على بالي بالقوانين تاع الباك لا تغير. اصبر دقيقه حتى تعاود توضح الصوره باش نقدر نكمل نشرح. اصبر استغفر الله يا ربي. كانت قبيل واضحة، هاي وضحت، هاي وضحت. هاي يا خالتي، هاي كملوا. هاي شفتوا هذه نسبة اللمفاويات المضافة ال بي، قال لك هزوها من الطحال. اسكو كاين نسل واحد في الطحال؟ ام ملايين الانسال، ملايين الانسال. سما من النسل هذه ومن الكمية هذه من ال بي اللي حطوها لهنا لصقت، يعني عندها بي سي ار يتكامل بنيويا مع جزيئات المستضد اكس، اللي عندها بي سي ار يتكامل بنيويا مع جزيئات المستضد اكس هي اللي لصقت، هي اللي لصقت معاه، وبالتالي عند الغسل مادام هذه الجزيئات اكس اي مثبته على الوسط الجلاتيني كيما غسلوا اللي ما لصقوش مع المستضدات اكس المثبته فطاحوا هذوك، واللي بقى لاصق مع المستضدات اكس ما طاحوش. فهمتوها كيفاش؟ فهمتوا علاه فسرناها بالشكل هذاك؟ فهمتوها؟ على هذاك قلنا لكم يوجد عدة يوجد عدة انسال من الخلايا ال بي، وبالنسبة للخلايا ال تيويد كيف كاينة عدة انسال، كل نسل وعنده تي سي ار خاص به. النسل او الفئة من النسل اللي عندها تي سي ار يتكامل بنيويا مع البيبتيد المستضد تاع الخلايا السرطانية، ولا نقولوا البروتين السرطاني هذا، واللي ارتبطت معه الخلية التيويد
ما تنساش ان الخلايا السرطانيه هذه راهي من العناصر المثبته على الوسط الجيلاتيني، سما الحره اللي بقات وما ارتبطتش كي غسلنا واش صرا لها؟ طاحت طاحت كي غسلنا طاحت. خويا انصحني خارج مجال الدرس كيف ندير فلسفه. شوفوا خاوتي، كوم انا عقبت الباك قبلكم، انا شوف نقدر ننصحك في العلوم. بالنسبه للفلسفه احنا كما كنا بكري كي كنا راح نعقبوا الباك، كما كنا راح نعقبوا الباك واش قالوا لي؟ قالوا لي لقيت واحد الشيخ، وانا كنت من الناس اللي تحفظ المقالات، لقيت واحد الشيخ قلت له الشيخ هاي كيفاش هاي كيفاش، قال لي يا ولدي انا راح ننصحك، قال لي شوف اياك وحفظ المقالات، قال لي باسكو تعافيرة كبيرة ونسبة انك تشفع عليهم في الباك قليلة، سيرتو مع الضغط تاع الدراسة تاعك وانت شعبة علمية. طبعا انا شعبة علمية الحمد لله. قال لي، قلت له ما لوش ندير، قال لي شوف في الفلسفة احفظ المقدمة اللي تكون ستوندار بالك، هيه وعطاها لي هو بعد دار فيا خير، قال لي هاي مقدمة ستوندار وهاي خاتمة ستوندار احفظهم. وكان هذاك الشيخ كشغل كما نقولوا يدير دروس مجانية في المسجد، وكنت نحضر له انا هكا بكري، بالك حتى الدرك مازالوا يديروا دروس مجانية في المسجد، فحضرت له انا حضرت له وصفت معاه شوي في الفلسفة، كان يشرح لنا الدرس ويمد لنا مثلا على كل مقال معلومات على المقال، ويعطينا الحجج والأدلة وبعض أقوال الفلاسفة، ويعطينا يقولنا هاو مثلا الموقف الأول هاي معلومات وهاي أدلة وحجج والله اعلم ثاني اقوال هيه واقوال، ويقول لي هاي معلومات اضافيه ويعلم ويقول لكم شوفوا دبروا راسكم، حطوا المقدمه ستوندار هذيك، وبالنسبه للعرض نورمالمون بالك درك يسميوه في الفلسفه العرضه ولا ابصر، حطوا هذيك الاشياء اللي هي المعلومات وكذا، وبالنسبه للموقف الثاني كيف كيف من هم ممثلو الموقف، ويعطينا ثاني بعض الفلاسفه ويقول لي تاني هاي معلومات وهاي حجج وهاي أدلة، كان هو يكتبهم لنا في ورق ويعطينا احنا نديو نحفظوهم، كان يدير الخير سما ربي يجازيه على كل حال. خاوتي هي وخلاص، وهذه هي الحمد لله حفظت هذيك الحجج والبراهين، وكي رحت عقبت الباكس فت بها تاني، حفظت المقدمة ستوندار ديك والخاتمة ستوندار، وشي في حاجة برك سقسيتو عليها وقال لي ما ديرهاش مازلت شافي عليها حتى الدرك، قلت له اسكو في الفلسفه نكتبوا العرض ولا الموضوع بالكم هيك مازالوا يسميوهم، ولا بالك قلت له نكتبوا المؤيدون ولا لا؟ قال لي ها ما تكتبش هادوك باسكو كون تكتب قادر يحط لك بالك زيرو، ولا مازال مانيش شافي على الهضره مليح مليح، مي هكا يعني اذا عندكم هاي نكمل. قال لي انا نعرف مسموح الازرق والاسود، ها واحد ثاني قال لك انا نعرف مسموح الازرق والاسود والله اعلم، قال لك هك هيا نكمل. هو هذا السيد قال لك نعرف بلي مسموح الازرق والاسود والله اعلم، هيا نكمل. هيا خاوتي هيا نكمل، هيا 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 خلاص فهمتوا. سما الجزء اللي بقى لاصق من الال تيويت واللي بقى لاصق من الال من الال بي كيداروا الغسل، طاح هذاك اللي ما لصقش، طاح اللي ما لصقش. اما هذو اللي لصقوا بمجموعه المولدات الضد هذه، ولا نقول عليهم الجزيئات المثبتة على الوسط الجيلاتيني، اي مثبتة ما تلصقش هكا. نورمالمون هذه الاسئلة خلصت، خلينا ننتقل للباك اللي وراه. وش قال لي؟ تعاد تجربة وسط الزرع تنين مع اضافة اللمفاويات التيويت عوض الالبي، وين راح وسط الزرع تنين؟ هذا خالتي قلت لكم هذا نعاودوه، بصح نضيفوه في بلاصه القلبيه، قلت لكم نضيفوا التيويت، قلت لكم نضيفوا في بلاصه القلبي التيويت. سير راح يقول لنا ماذا تلاحظه؟ توقع نسبه اللمفاويات المثبته بعد الغسل في الوسط الجيلاتيني ديريكت عقليا، قداه نسبه اللمفاويات اللي متوقعه متثبته؟ قداه خالتي؟ هيا في لي كومونت درك بعد، انا راح نقولها انت اكتبها درك في لي كومونت. زيرو. عليه زيرو؟ باسكو خاوتي الال بي عندها بي سيار تقدر ترتبط مع جزيئات المصدد، الال تي ويت لازم ترتبط لي مع واش مع خليه تكون عارضه هكا، اما الماكروفاج اللي هي تعرض محدد مولد ضد رفقه الاشاله واحد، ولا الخليه المصابه بفيروس هكا، يعني الخليه المصابه رفقه الاشاله واحد، هذا لا عنده اشاله واحد
هكا كنقول لك السماء ما عندوش، عنده محدد ذاته، عنده محدد الذات تاعو. كيجي سيدي هذا، كيجي سيدي ويت، وين راح يرتبط؟ ممتاز اللي كتبت زيرو، وين راح يرتبط؟ ما عنده اول شيء مين يرتبط. ثانيا الال تي ويت تعمل على الخلايا المصابه والخلايا العريضه، ممتاز ثاني اللي قال زيرو. وهذه جزيئات مستضاديه يعني اكس، والاكس هذا عنده محدد ذات صح، بصح كيجي سيدي ويت اللي هنا وين راح يرتبط هكا. ومخليك من هذا الشيء كامل، اسكو تي سيار تاع الخليه السرطانيه والالتيويت تاعو هي اللي راح ترتبط لي مع المستضد اكس. شوفوا خاوتي، بالنسبه للخليه التيويت اي لازم يرتبط السي دي ويت ويرتبط تي سيار باش يتم الارتباط هكا. ولا هنا كون نفرض انه كاين تي سيار يتكامل لي بنيويا مع محدد المستضد هذا، فانه حتما ما كانش السي دي ويت يقدر يتكامل بنيوي مع محدد المستضد هذا، وبالتالي فإن نسبة اللمفاويت زيرو. إذا نسبة اللمفاويت المثبتة بعد الغسل الوسط للجيلاتين المتوقع تثبيتها تساوي الصفر. قال لك علاه اخويا، على اللي احنا عللناها بالشرح، نعللوها بالهضره العلميه. اللمفاويات ال تي ويت تنتقى بالتعرف المزدوج من طرف الخلايا المصابه، ولا تتحسس بالمستضدات المنحله. فهمت؟ هو ما تتحسس ليش بالمستضدات المنحله، بالتعرف المباشر. اذا شكون اللي عندها تعرف مباشر؟ مثل الخلايا ال بي. داخلي المانشاف ملخ مستضدات لازم يكونوا هكاك، والمستضد اكس هو خارجي المنشا. هي وحده قلتكم على الشيء ولا على المراجعه بالك حضرتها معايا البارح، احنا ولهنا حاجه قلنا قضيه الخلايا التويتا تطاكي الحوايج اللي داخليه المنشا هكا، وقضية الالبي تعطاكي الحوايج الخارجية المنشأ. كيفاه يعني خارجية المنشأ اخوتي؟ كما نقول لك انا، خلية البي تعطاكي بكتيريا دخلت للجسم مثلا، اما الخلية التويد تعطاكي الخلايا تاع الجسم اللي ولات مصابة هكا، اللي ولات مصابة، ومش هي بعد اللي تعطاكي، هي تتعرف عليهم وتتميز الال تي سي اللي تعطاكيهم. اذا اللي ولات مصابه، خلايا جسمك مثلا اللي تم غزوها من طرف بكتيريا ولا من طرف فيروس، ولات الخليه مصابه، هذيك هي اللي تعمل عليها الالتيويت، على هذيك سميت بداخليه المنشا، والالبي خارجي المنشا. ممتاز اللي فكرتني. نكمل. تعاد تجربة، خلاص قلنا، وقلنا تاني التبرير. قال لك لخص في نص علمي مراحل الرد المناعي مبررا دور الالتقاط. بالنسبة للنصوص العلمية والنصيحة اللي دايما ننصحها لكم في السيونس، احفظوا الملخصات. البارحة اللي نشرت ملخص تاع مناعة، وقلت لكم تاع بلاك اسمه حسين الشيخ اللي داروا، قلت لكم تاع حسين احفظوا عليه ملخص المناعة، وشي كي توصلوا لي قضية الفي اي اش ما تحفظوهاش عليه. قلت لكم كاين واحد الشيخ خلاف حط ملخص تاع في اي اش احسن من اللي حطه حسين، اسمه الاستاذ مازوني، احفظوه تاع مازوني تاني. حسين هذاك اسمه بالحمي حسين، بالنسبه لمازوني اسمه مازوني اسكندر. هاي نكمل. خلاص، إذا النص العلمي أنا راح نقرأ عليكم النص العلمي. النص العلمي يتضمن مراحل الرد المناعي. مادام هو قال لك مراحل الرد المناعي مبررا دور الالتقاط، لازم تحط له مراحل تاع الرد المناعي، اللي هي تتمثل في مرحلة التعرف والانتقاء والتنشيط. بحيث مرحلة التعرف والانتقاء والتنشيط، انتقاء الالبي من طرف المستضد مباشرة، وانتقاء الالتقاط من طرف الخلايا العارضة. لهنا كنت تقول لي ما كانش خلايا العارضة، نقول لك وجابوها طول محسسة باه ما تبقاش تحاير، ام جابوها محسسه هكا. اذا وانتقاء الالتقاط من طرف الخلايا العارضه، وانتقاء الالتويت من طرف الخلايا المصابه، تركيب مستقبلات الانترلوكين 2 من طرف الخلايا المنتقات، افراز الانترلوكين 2 من طرف الخلايا التقاط، مراحل التكاثر والتمايز، يحفز الانترلوكين 2 اللمفاويات المنشطه على التكاثر والتمايز، تتكاثر الالبي وتتميز الى بلاسموسيس منتج للاجسام المضاده، وتتكاثر للالتويت،
وتتميز إلى LTC، مرحلة التنفيذ اللي هي يتم فيها إقصاء المستضدات والخلية السرطانية. مرحلة التنفيذ ترتبط الأجسام المضادة بالمستضدات مشكلة معقدات مناعية يتم التخلص منها بتدخل البلعميات وتقضي الـ LTC على الخلايا المصابة. خاوتي، يكون يجيكم سؤال يقول لك هناك رد مناعي يتم بواسطة الخلايا ال بي وال تي كات والبلعميات، ويقول لك هناك رد مناعي يتم بواسطة البلعمي. اشوف نكتبها خير. خلصنا تمرين باك 2017. كون يجيك سؤال، مثلا سؤال يقول لك الرد المناعي اللي يتم بواسطة ال تي كات وال بي والسيبيا اللي هي ماكروفاج. الماكروفاج كي تبتلع مولد ضده وتعرضه تولي اسمها سيبيا، ويقول لك الرد مناعي يجي بواسطة الالتيويد والالتيكات وسيبيا ايضا ماكروفاج. يقول لك ونهلي يتم القضاء فيه على مولد ضد بصورة مباشرة، انت وش تقول له؟ بصورة مباشرة تقول له هذا الثاني اللي هو يتم بواسطة الالتيويت والالتيكات والسيبيا اللي هي ماكروفاج. علاه؟ باسكو خالتي الالتيويت كي تتميز للالتيسي، وش يصرى الالتيسي؟ ديرك تدمر الخلية المصابة، من بعد تجي الماكروفاج دير تنظيف في الجسم هكا. بينما الالبي تقضي على مولد ضد بصورة غير مباشرة. علاه؟ باسكو الالبي تتميز الالبي بي منتجة الأجسام المضادة. كي تنتج الأجسام المضادة اسكو راح يتم القضاء على مولد ضد؟ طبعا لا، باسكو الجسم المضاد ما يعملش على القضاء على مولد ضد كلي، وانما ابطال مفعوله والحد من انتشاره، ويعني ما يخليش يتحرك كما يحب في الكور هكا. حتى نجي ماكروفاج هي اللي تدير مراحل البلعمه وتقضي لي على مولد ضد. اذا الاستجابه المناعيه اللي تتم بواسطه الال بي والتي كات والسيبيا والماكروفاج هي خلايا، وقلت لك السيبيا هي ماكروفاج بصح خليه عارضه، هي واش استجابة مناعية غير مباشرة. والاستجابة المناعية اللي تتم بواسطة الالتيويت والالتيكات والسيبيا والماكروفاج، السيبيا هي ماكروفاج فاتت وبلعت مولد ضد وعرضت محدداته على الأشعة واحدة ولا زوج على حسب نوع الاستجابة. كما لهنا تعرضوا على واحد وزوج، ولهنا تعرضوا غير على اثنين. إذن لهنا هذه الاستجابة اللي تتم بواسطة الالتيويت والالتيكات والسيبيا والماكروفاج هي استجابة مناعية مباشرة. سي بون، إذا هذه نقول مباشرة يعني استجابة مناعية مباشرة. أما هاته ها هي نقول غير مباشرة. الحمد لله، خلاص هكا خلصنا التمرين تاعنا. بالنسبة لي الجماعة اللي عقبت الباك المرة اللي فاتت، ما على باليش داو ولا ما داوش ولا أول مرة رايحين يعقبوا. المهم إذا فيكم واحد قاعد يتفرجني عقب الباك المرة اللي فاتت، عقب الباك العام اللي فات، ماذا بيا يقول لي وش من موضوع دار، اسكو الموضوع الأول ولا دار الموضوع الثاني، ماذا بيا يعطيني رأيه. وأنا موضوعي اللي جاه أصعب، إما الأول ولا الثاني. انا في رايي الموضوع الاسهل بالنسبه للناس اللي مراجعه خلاص هي هذا، وشو ما تقدرش تدي عليها 20 على 20 بغض النظر على انهم في قضيه تحليلات وتفسيرات صارمين، مدوا لهم الحاجه هذه وصدقوني شفتوا نهار مدوها لهم بلاك الشيوخ تاع ليكور كومبلي صون لهم التليفون، استاذ 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 واش هي واحد يا خوتي بالعقل ومازال ما وصلناش السوجي، استاذ 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 واش هي الواحد شفتوا كيهزوا يه عطاوهم شو هذا. الأساتذة اللي متمكنين قال لك اه هذا وش هي بلك شعيرة دموية نسبة للكريات الدموية الحمراء الموجودة. معقول شعيرة دموية مدوها لهم بصح جامي ما تلاقاو معاها في الرسم؟ وبالفعل هي شعيرة دموية ولا نقولوا وعاء دموي هكا. هذه هي برك اللي واحد ما دارها، نضمن لكم الا واحد فتحل مثلا تمارين تاع امين خليفه كامل وتاع استاذ واحد اخر كامل وهلك الدنيا باش يعني عرف هذا الشيء. استغفر الله يا ربي استغفر الله. نريح شوي خاوتي نريحوا شويه نريحوا شويه باش نديروا التمرين الثاني هذا اللي هو باك 2016. على باليش هذا الموضوع الاول هذا
تمنعت علي هاي تحقق المحافظة على الذات وغير ذلك. وها بعد تشوف نسبة التخريب، أو طويل طويل هذا ماشي برك طويل. وش هي واحد صحل ولا ابصر؟ وش هي الكتيبه تاعكم خاوتي هذه؟ ما جي نقراها بالسيف. لا ما تكتبوش نورمال، لا ما لا لا بالافضل لي انكم تكتبوا لي بالعربيه احسن لي. مثلا تقولي لي مثلا هكا شيء احسن. هيا يعني قاعد نريح شوية، مادا بيكم اقراو او يبان اقراو الواحد تاعكم هذا شوية، تأملوا في الوثائق نريح شوية برك، نشرب ثاني ونجي. هل الدروس الخصوصية اعتمد عليها؟ كفاية اعتمد عليها، ما فهمتكش. الناس تدير دروس خصوصية هي وش كفاية يعني اعتمد عليها؟ بلاك معلومة ما عنديش، وش معنى ما فهمتكش وش قضية اعتمد عليها؟ بالنسبة للشخص، لقيت شخص سقساني قال لي كيف نمثلوا النمط الوراثي. خويا واش تقصد باللي كيف نمثلوا النمط الوراثي تاع الخلية ال تي ويت و ال تي كات؟ ها بالنسبة اللي قد يسقسيني بزاف مرات كيف نمثلوا النمط الوراثي، اني ما فهمتكش. تقصد تاع ال تي ويت و ال تي كات، ولا تقصد النمط الوراثي تاع الزمر الدموية، ولا تقصد تاع الاولى؟ خلاص تاع التمرين الاول، انا قاعدين مختصين في حل المناعه بركه، باسكو ختمنا الوحده تاع المناعه وقاعدين درنا البارح ريفيزيون واليوم حل التمارين. انتي لا تعتمدي عليها. شوفي باش الواحد ما يكونش منحاز، باه الواحد ما يكونش منحاز، اذا لقيتي حاجه انك تعتمدي عليها على حلا، اما اذا ما لقيتي لهاش حاجه انا الاحسن اني نقول لك ما تعتمديش عليها. علاه؟ باسكو الدروس الخصوصيه تضيع وقت اكثر ما تتصوري بزاف بزاف بزاف، باسكو كل شيخ كفا قادر يمشي لك في البروغرام واحد زوج، يولي ما يكفيكش الوقت للريفيزيون خلاص. وهذه المشاكل قاعد نسمعها من التلاميذ. ثلاثه، بالنسبة لوقت الترونسبور ما تجي تروحي وتعاودي ترجعي، وهذه إضافة إلى الخسائر المالية. نقولوا بالنسبة ليك مثلا ما تهمكش الخسائر المالية، عندك الوقت يضيع مليار في المية، وبالتالي هذا الشيء راح يرجع لك على مراجعتك. ومش هيك برك، ولا وش يديروا في العطلة الأساتذة تاع الدروس الخصوصية؟ باه يكملوا لي بروغرام، يحكموا التلاميذ شاك جور، يعني كل يوم في العطلة، فالتلميذ من الصباح العشية مالك من 8 للخمسة ونص باش يرجع من الدار، كفاح يقدر يقرا. هيا قول فهموني، انا فهموني، بالك انتوما خارقين، احنا بكري ما كناش هيك. باه تقدر تقرا كي ترجع للخمسة ونص تاع الصباح وانت من 8 وانت برا، وزيد ما يتغداوش ولا راح قادر يتوخر ما يفطرش، وغير ذلك وغير ذلك. فقدام من حاجة، كفا خويا النمط الوراثي تاع الخلية التيكات ما 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 شفيتش عليها. واحد زوج، ما شفتش اني قريتها في حياتي. نمط وراثي تاع خلية التيكات ما شفتش اني قريتها في حياتي. هكا قصدك يعني كفاه تنضج في الغدة السعتورية؟ ما شفتش اني قريت هذا الشيء تاع نمط الوراثي تاع خلية التيكات في حياتي، وما شفتش بعد باللي قريته. نكمل، قلت لك وفي قضية الدروس الخصوصية مثلا، هاكم جبتوا لنا موضوع نتحاوروا فيه نرتاح به شوية. قلت لكم باللي فيه تعب كبير، تعب كبير على هذيك. كون مثلا تكوني مثلا تلميذة ممتازة، وان شاء الله تكوني، وش ديري؟ راجعي وحدك في الدار، واذا ضعفتي عندي شوف زوج قنوات ننصحكم بها، قناة الاستاذ نور الدين في الرياضيات والاستاذ عمر في الفيزياء. هادو شكروهم للتلاميذ بزاف،
وفي العلوم شوفي وين تلقاي راحتك، تحبي معايا انا ومع القناه تاعي بربي ان شاء الله ما يخصكم والو، واني كاع نسعى على اني نكثف لكم كلش. ولا كان ما كنتيش قادره تفهمي معايا، كاين ثاني قنوات ملاح في العلوم مدايرهم موقع الدراسه الجزائري، زوج شيوخه ثاني ملاح جيدين جدا ويشرحوا في السبوره والفيديوهات واضحين وملاح، ثاني تقدري تتبعي لهم. واذا كنت يعني كما نقولوا في حاجه امس للليكور ما عندكش التمارين، وتاني ننصحكم بانكم تشريو كتابات خارجيه وتعملوا عليهم. واذا كنت في حاجه امس للليكور وما تفهميش ومهما تبعتي من اليوتيوب شفتيها باللي ما تفهميش ولازم كي تسقسي الشيخ، اذا كنت في حاجه امس اللي كي تسقسي الشيخ لابد انك ديري ليكور. الباك 2016، باك 2016 ما على باليش انا مانيش فاقه اذا كانت هذه الدوره الاولى ولا الدوره الثانيه. شوفوا شكلو ها هذا اللي اعيد، باسكو ولاو كل عام يعاودوا الباك. العام اللي فات داروا زوجي باك تاع 2017 ومن 2016 عام زوجي باك، وتخاف العام هذا ثاني يوليو يديروا زوجي باك والضغط يولي على التلاميذ. ويعني ثاني ما كانش رأفة بالتلاميذ، واحد تأخر بدقيقة برك دقيقة تقفل في وجهه الباب، علاه؟ وعلى ديك خاوتي ننصحكم تروحوا بكري على روحك، ابقى ربع ساعة برا، والأحسن ما تبقاش ربع ساعة برا، ابقى ربع ساعة في الجامع في لاكور تاع الجامع هذاك، وكي تصوني اطلع على روحك بلا ستريس بلا والو. أما تجي في الوقت هذه تجي في الوقت باش مليحة، باسكو قادر يوليو يقفلوا الباب ويولي الغاشي مقصى ويبكي كيما العام اللي فات، على جال دقيقة دقيقة برك توخرها. الدقيقة هادي عرف فيها يقرا السوجي كامل وحلو وجاب الحل تاعو، برك هاونا خالتي برك هاونا ما تتشددوش على الناس. نقول واحد تأخر بعشر دقائق ربع ساعة قلنا معليش، واحد خمس دقائق سبع دقائق وشوية ننظر في حاله، علاه؟ باسكو في سبع دقائق اسكو راح يحفظ، نقولوا جاه تكوبي اش الحل اسكو راح يحفظ، هو خمس دقائق يحفظ كوبي واش اورديناتور هذا، على هذيك عشر دقائق قادر قول له ام قصا، بصح تاع دقيقه كيما العام اللي فات هذا ظلم كبيره. الشخص اللي قاعد يقول لي خليه التيكات، خليه لمفاويه للاب ولا خليه لمفاويه للام؟ اي خليه مناعيه التيكات هذه تتواجد عند الناس كامل، اي مش كيما نقولوا هي صح عندها تشفير في لاديان تاع الانسان، عندها تشفير بلاديان تاع الانسان وداخله في المورثات المكتسبه من عند الاب ومن عند الام. بصح هذه الخليه التيكاتي عند الناس كامل، مش كيما نقولوا بالك انت باباك عنده خليه التيكات والاخر مثلا واحد ما نقولكش انت بالك واحد عنده مثلا باباه التيكات وامه ما عندهاش التيكات، كيتزوجوا يخرج ولدهم عنده التيكات، ما كاينش الهضره هذه ما تكزيستيش هكا. هذه خلية التيكات خلية مناعية، لا ماكش فاهم خلاص المناعة اصبر نشوف لها، نقدر نبعث لك القناة تاعي اليوتيوب راح تفرج فيها لي فيديوهات تاع المناعة بالترتيب، نشوف لها الكونيكسيون مش ثقيلة ونقدر نبعث لك الساعة. ما قدرتش خلي كي نخلص البث نحطها. هاي نكمل واي توكلنا على الله. اني قلت لك اللي سقساطي واش من باك، اني قلت لك ها هو باك 2016 بصح ما على باليش، ها هو باك 2016 ها باك 2000 الدوره الاولى هذا ولا الدوره المعاده الله اعلم. شوفي الشكل تاعو ها هو هكا الواجهه تاعو، عاطينهم هذا اللي هو الار ان تي وزيد وعندهم رسومات خلاف كي نوصلوا ليها نديروها، ما عينيش نحرق التمارين درك هكا. هيا نبداو خاوتي نبداو في الباك، باك 2016 وي باك 2016 هيا نبداو. استغفر الله يا ربي، صليوا على النبي واذكروا ربي خاوتي. باك 2016 هاو الغاشي كامل كتب باك 2016 وي باك 2016 خاوتي. هاي بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم لا شيء سهل لما جعلته سهلا وما تجعل الحزن اذا شئت سهلا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هاي هاي نبدأو. تحقق المحافظة على الذات من خلال إقصاء اللذات نتيجة تدخل الخلايا المناعية. نعاود نقرأها لكم. تتحقق المحافظة على الذات من خلال إقصاء اللذات نتيجة تدخل الخلايا المناعية النوعية والجزيئات البروتينية المتخصصة. واحد يبين الشكل واحد من الوثيقة، واحد رسما تخطيطيا لصورة تبين نشاط الخلية الليمفاوية اس. وين راح تصير الخلية الليمفاوية اس؟ هاي هاو حاط لك السهم، هاي الخلية الليمفاوية اس. هاي اوكي هك في البارك هك نقرا ونشوف. مش خلية الليمفاوية اس، خلي حتى نوصل للشكل ونشوفها. علاه؟ شوفها وصل لك باش تفهم. تبين نشاط الخلية الليمفاوية اس، هاي الاس عقب دخول فيروس. ديجا كاين فيروس نورمالمون، راني عندي معلومات على قضية الفيروس والخلايا اللي تتعرف عليه الى العضوية. ها اما الشكل با، وين راح الشكل با؟ هاو الشكل با، فيمثل مظهرا سطح الغشاء الهيولي للخلية المصابة الناتج عن نشاط الخلية الليمفاوية اس. فيمثل مظهر سطح الغشاء الهيولي للخلية المصابة الناتج عن نشاط واش الخلية الليمفاوية اس. جماعة راكم سيونتيفيك الحمد لله، عروحوا ندققوا. هاو الغشاء، هذا ديجا الغشاء، او قال لي الغشاء بصح واش فيه الغشاء هيك ما على باليش بيه انا. شي يدون القب اللي فيه، شي يدون القب اللي فيه ومدورين شغل القنوات، شي يدون القب. خلي بالك نعاود نروح نزيد نقرا باش نفهم ديجا، يعني بدات توضح الفكره. قال لي تعرف على الخلية الليمفاوية اس هكا، وقال لي والعناصر حادية هي حا. تعرف على الخلية الليمفاوية اس والعناصر حا. انجز رسما تخطيطيا على المستوى الجزيئي للجزء المؤطر على الشكل واحد. وين راح؟ ها خاوتي العناصر حا، هاي العناصر حا، وهاو الجزء المؤطر اللي قال لي انجز عليه الرسم التخطيطي. ها زيد كمل اخويا، هات هات ما عندك. زيد وين وصلنا؟ وصلنا لهنا. واشرح نشاط الخلية اس الذي نتج عنه مظهر الغشاء الهيولي الممثل في الشكل با. واحد زوج هذه اثنين. تنتج الخلية اس عن تطور الخلية الليمفاوية سابقا، ولمعرفة هذه الخلية الليمفاوية وشروط تطورها تعطى النتائج التجريبية المبينة في الوثيقة رقم 2. هكا يمثل جدول نتائج تطور عدد الليمفاويات التيكات التيويت البي والخلية اس في العقد في العقدة الليمفاوية القريبة من مكان دخول الفيروس، من مكان دخول الفيروس. حسنا سي بون. نقول له يمثل جدول نتائج تطور عدد الليمفاويات التيكات التيويت والخلايا البي، ها هم اوكي، والخلية سين في عقد الليمفاوية القريبة من مكان دخول الفيروس يمثل الشكل واحد. وي كملناه قبيل وين كنا نحلو فيه وقبيل وين خلصناه هكا. لاشام بعد اني نعاود نحتفظ بالبث هذا في البروفيل تاعي، في البروفيل تاعي دونك واحد نصف ساعة عاود ادخل شوفه وخلاص هكا. دونك انا في الباك 2017 في الباك 2016 2016 قاعدين نحلو فيه. يمثل الشكل واحد تغيرات عدد الخلايا التويت في طحال الفأر الطبيعي. بالنسبة لي قال الكاميرا تاعك ضعيفة، وي صح عندك حقيقة الكاميرا ضعيفة، أي مش الكاميرا ضعيفة، أي الكونيكسيون اللي ناقصة. هكا الكاميرا عالية ونقدر حتى نصور لك بالجودة تاع 1280 بي نورمالمون هكا، بصح الميجا بي الاخر الكونيكسيون ناقصه. يعني قاعد نقرا لك بصح اللي مكتوب، ما تديرهاش حجه. دخول فيروس يمثل شكل واحد تغيرات عدد الخلايا التويت في طحال الفأر الطبيعي وفأرين طافرين احداهما يحقن بالانترلوكين سيرين، علما ان الطفره تصيب المورثه السي ام اش. يمثل الشكل با نتائج قياس نسبه تخريب الخلايا
المصابة بفيروس عند الفأر الطبيعي والفأر الطافر الذي لم يعالج بالأنترلوكين تسنين. الذي لم يعالج بالأنترلوكين تسنين. أوكي. الزمن بعد الإصابة بالأيام، عندي بعد 0 يوم، 5، 10، 15، 20 يوم. الخلايا اللمفاوية، هنا حاط ال LT4، LT8، ال LB والخلية سين. لاحظنا كل ما يزيد مدة الإصابة بالأيام، ولاحظوا زيادة في عدد خلايا LT4، وكذلك بالنسبة لعدد خلايا LT8، وكذلك بالنسبة لعدد خلايا LB. بينما خلية سين، خلية سين قال لاحظ كل ما تزيد مدة الإصابة من الزيرو إلى العشرة وال15 وال20، إلا وتزيد، إلا وتزيد. أواه مادام قاعدة تزيد وكاين هذه الحاجة، أواه كاين حاجة. كاينة حاجة، على بالكم عليه كاين حاجة وكفى نعرفها. باسكو الفيروس كون جات الخلية سين وهي جات مثلا فيروس، خي الفيروس ينقص. مالا كاينة حاجة. وي هيا نشوفوا مازال. هاي الوثيقة اتنين، الوثيقة سنين تقول لك خويا، تقول لك نسبة تخريب الخلايا المصابة، نسبة التخريب تاع الخلايا المصابة، تقول لك نسبة التخريب تاع الخلايا المصابة بالنسبة للفأر الطبيعي. شوف قداه بالنسبة للفأر الطبيعي، شوف قداه نسبة التخريب تاع الخلايا المصابة عالية. اوكي. الفأر الطافر خويا، الفأر الطافر شوف قريب ما كاش، قريبة ما كانش، نسبة قليلة جدا جدا. اوكي. الشكل واحد، هذا بالنسبة للشكل اثنين. الشكل واحد، الشكل واحد. وش حاب تدير خويا اللي حاب ينضم معايا؟ حاب تحلل، حاب تحلل انت؟ هاي نسمعوك. اوكي نسمعوك، ما كانش مشكل نسمعوك. هاي راح نقبلك معايا طبعا. إضافة مشاهدين، مشاركة فيديو البث، ما عرف على بالك انت سحبتها ولا ما على باليش بيك، باسكو ما لقيت حتى طلب. لا حاب تزيد تخرج عاود ارسل الطالب تاعك ونقول لك حلل لي، ما دام حاب تحلل حلل وخلي الناس تسمعك. عدد خلايا التيويت في طحال، هاكم قاعدين تشوفوا هاي في الطحالة. شوف قبل الإصابة بالفيروس عدد خلايا التيويت قد ما كانت، وبعد الإصابة بالفيروس شوفوا هذه الكحلة، وشوفوا هذه المخططة، وهذه البيضة. وهو عندك المفتاح اللهن، المفتاح يقول لك باللي الكحلة عند الفأر الطبيعي، والبيضة عند الفأر الطافر، والمخططة هذه فأر طافر حقن بالأنترلوكين سنين. بدينا نفهموا وين الطفرة تاعو. إذا نعود نقراوها. عند الخلايا التويت في الطحال، شوف قبل ما نحقن بالفيروس، قبل ما كانش الفيروس خلاص، شوفوا نسبة الخلايا اللمفاوية التويت عند الفأرين الطافر واللي مش الطافر، وشوف كي حقنا بالفيروس أو مش كي حقنا بالفيروس، كي تعرض الجسم للفيروس، شوف النسبة تاع التويت عند الطافر واللي مش طافر. هذا هو الفأر الطبيعي اللي مش طافر، وهذا الفأر الطبيعي الطافر. ياه، وهذا الفأر الطافر، استغفر الله ربي، بدا يروح التركيز. هذا مش طافر خاوتي، الكحل مش طافر، وهذا طافر. والمخطط او طافر بصح قناه بالانترلوكين سنين. بدينا نفهموا شويه وين جات الطفره. اوكي هيا نكمل. بين مصدر الخليه سين باستغلال نتائج الجدول الوثيقه 2. قال لك بين لي يا خويا مصدر الخليه سين باستغلال نتائج الجدول 2. حلل الشكل واحد من الشكل، حلل الشكل واحد من الشكل سنين. هذا المنحنى، شكون اللي في حل فيكم اللي يخرج ويحلله هنا؟ فسر نتائج المتحصل عليها من الشكل با. وين راح الشكل با؟ ها في الوثيقة 2. ما هي المعلومات المستخلصة من الشكلين ألف وبا من للوثيقة 2؟ ها هي مما سبق ومن معلوماتك. شوف شوف قد ما باباه التمرين، صفحة واش وقول يرحموهم على الاخر، يقولوا لهم خلاص ما يحطوش هذا، ها لازم يحطوه على ديك، احفظوا الملخصات. شو شي يقول لهم؟ مما سبق ومن معلوماتك بين في نص علمي برك، شغل حاجه سهله، نص علمي برك، ماشي حاجه، تدي لك نص ساعه من وقتك 20 دقيقه، ماشي حاجه نورمال في الباك، ماشي حاجه. مما سبق ومن معلوماتك بين في نص علمي مراحل الاستجابه المناعيه التي تتوسط الخليه اللمفاويه اس، التي تتوسطها الخليه اللمفاويه اس. زيد وش ثاني؟ خلاص خلص الحمد لله. انا يزيد تكون زادوا حاجه، كنت ما نحلوش للتمرين باسكو هذا مش التمرين. هيا نروحوا بشويه.
هاي نروحوا بشوية ونفهموا، روحوا بشوية ونفهموا. كما راكم تشوفوا خاوتي، كما راكم تشوفوا هذه هي الخلية سين هكا، هذه نواة هكا، وكاين العناصر هذه اللي سموها ح. والخلية سين راهي لاصقة، لاصقة مع خلية خلاف. اسم الخلية راهي خلية مصابة، وراهي شفنا بلي كاين نواة نورمالمون اللي كانت تبعت معايا وانا نقرا بدات تفهم شوي. والجزء المؤطر هذا خلى الخلية سين هذه تلتصق مع الخلية المصابة هكا. اوكي، اذا خالتي دقيقه برك، شوين راح السؤال؟ قال لي بين ان الشكل واحد من الوثيقه واحد، بين ان الشكل واحد من الوثيقه واحد، بين ان الشكل الف من الوثيقه واحده رسما تخطيطي يبين، هذه مش سؤال، رسما تخطيطيا للصوره تبين نشاط الخليه سين. ها خلاص صاي عقب دخول الفيروس، هات قال لي تبين نشاط الخليه الليمفاويه سين عقب دخول فيروس الى العضويه، اما الشكل با فيمثل مظهر سطح الغشاء. شوف خاوتي، مادام خليه مصابه ديريكت في مخك ودرناها في الريفيزيون، دير سوجي قدامك، هاو قدامي سوجي، ها هذه وحده نصحته. اوكي معليش، اوكي معليش. شوفوا، هذه نشاط الخليه ديريكت. انا خويا على بالي بلي الخليه مصابه بلا ما نكثر الهضره، خليه مصابه يعني اشاله واحد، اشاله واحد يعني التويت، التويت هي بصح. وعطاني معلومه قال لي تبين نشاط الخليه سين عقب دخول الفيروس الى العضويه، اما الشكل با فيمثل مظهر سطح مظهر سطح الغشاء الهيولي للخليه المصابه الناتجه عن نشاط الخليه الليمفاويه سين. يعني الخليه الليمفاويه سين هو اللي خلات السطح الخارجي للخليه المصابه يولي مثقوب كما هكا. اذا وش هي؟ اكتبوا في لي كومونت، الناس اللي فاهمه يفهمتني، والناس اللي مش مريفيزيا ما فهمتش علاه ماكمش قاعدين تريفيزيو. هيا خالتي هيا اكتبوا اكتبوا. هي الخلية اي دارت ثقوب، مادام دارت ثقوب اي باينة. اني كان نحوس على التنقيط باش نعطيكم التنقيط في الحل المنهجي اللي كان جبتو بالك وخاطي تاع السوجي هذا. هيا باينة ال تي سي، اللي قال ال تي سي صحيحة، واللي ما قالش الله يسهل عليه، ما عندي ما حندلو، ما تشاركوش في التعليقات. ممتاز، قالت وحدة الخلية ال تي سي. زيد قال لك تعرف على الخليه سين، ايه قلناها والعناصرها. مادام الخليه ال تي سي، حنا عطيتكم معلومه من قبل تقول بلي كاين كاين عناصر في الخليه هذه اللي عرفناها ولات ال تي سي. العناصر هذه اثناء الارتباط مع الخليه المصابه تتحرض على الهجره والاندماج مع الغشاء الخارجي للخليه سين هذه، وتفرز من بعد بظاهره الاطراح الخلوي خارج الخليه هذه باش تروح للخليه المصابه ودير فيها الثقوب. اذا ما هي العناصر؟ هيا خاوتي ديرك تزيدوا اكتبوا في لي كومونت ما هي العناصر. هاي 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 اللي قال بارفورين، ممتاز، حويصلات البارفورين فعلا. زيد انجز رسما تخطيطيا على مستوى الجزيئي للجزء المؤطر في الشكل واحد. هنا باسكو الوقت قد حكمنا في البث المباشره ساعه و 23 دقيقه ودوك يتكوبا كيما البارح. ممتاز اللي قالت بارفورين، يعني على هذيك كنحوس لكم على الرسمه ثاني باش نحطها لكم ليه ليه وباش ما نبقاش نضيعوا على احنا الوقت. التمرين الثاني هذا واش من تمرين؟ استغفر الله. التمرين الاول في باك 2017، في باك 2016 التمرين الاول هو تاع بروتين، والتمرين الثاني هذا التمرين الثاني سما شي تخلطوا الورق. هي التمرين الثاني، هيا خاوتي صحيتوا اللي قال بيرفورمين، ممتاز. اشرح نشاط الخليه الليمفاويه سين الذي نتج عنه مظهر الغشاء الليمفاوي. اذا الخليه الليمفاويه سين نشاطها قامت بعمليه واش التنفيذ، ولا نقولوا قامت بعمليه اقصاء الخليه المصابه عن طريق مهاجمتها بحويصلات البرفورين الثاقبه، ولا نقول ببروتينات البرفورين التي قامت بثقب الخليه المصابه واحداث ثقوب فيها واحداث ثقوب فيها التي ستسبب دخول شوارد الاملاح للخلية هكا. خلاص هاي هاي
دقيقة برك خالتي، ما لقيتوش، ما فهمتش يا اما الحل هذا خاطي تاعو. حنا راح يضيع لنا الوقت هكا كون نعاود نرسم ودنيا. ايه يضيع الوقت صح. استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ولدي. ماشي سي بون خالتي، كتبتوها. فهمت الشوف. هاب زعما هذا زعما واش زعما خي الواحد تاعنا المنهجيه خي هكا شو. اذا واحد حط لي اصلا التمرين الاول، وهو هذا هو التمرين الثاني، وقال لي شو، قال لي تعرف على الخليه المناعيه، الخليه الليمفاويه البي. واش راح نقول له انا؟ خليه ليمفاويه البي، وهذه مستحيل تكون خليه ليمفاويه البي. وخلينا سيدي، هو ما قالش حتى خليه سين، وهذه مش مؤلفه تصرف في الحلول المنهجيه اللي بعثوها. ومن هو بالك الواحد غلط، يعني انا طبعته غلط. خالتي عندكم الحل المنهجي؟ شكون اللي عنده فيكم اللي قاعد يتبعني الحل المنهجي تاع باك 2016؟ بالك هذا تاع الوحده اللي تعاودت. شكون اللي عنده الحل المنهجي تاع 2016 عن طريق التحلل الممتاز؟ شكون اللي عنده الحل المنهجي خالتي يقول لي. واحد ما عنده الحل المنهجي، ما عندكمش الحل المنهجي؟ انا ممتاز، اللي عندها الحل المنهجي دركا شو دير لنا، شو دير لنا لحن في الرسم التخطيطي على المستوى الجزيئي. شتي مع نخلصوا البث، مع نخلصوا البث ديري خير، صوريه من الحل المنهجي وبعتيه اللهن، وبعتيه اللهن باش يشوفوه الناس، باسكو ما عنديش الوقت دركا. قربت يوصل البث لجوج سوايع باش نعاود نرسم لكم الرسمه معتدله. هيا نكملوا حنا نشرحوا. قال لك اشرح نشاط الخليه الليمفاويه، وماذا بك تصوريه كامل وتبعتيه باش يشوفوا الناس التنقيط. قال لي اشرح نشاط الخليه الليمفاويه، خلاص شرحناه. اوه روعه، مادام شاركت لنا الرابط ممتاز. دوك ندخل له بالميكرو برك دقيقه برك. ممتاز، مارسي بزاف. تعرف على هذا هو اللي كان عندي. خطأ خطأ هذا، يا هذا هو اللي كان عندي. هذا قال لك بلي تعرف على الخلايا المناعيه. بالك جانا سؤال مع الاول يقول لي واش هي الخليه المناعيه اصلا. هذا شوش قد يقول لي ارتباط بين الخلايا المناعيه بالمصدد الزاد، يفسر امتلاكها مستقبلات غشائيه بسيار. اسكو البي سيار والالبي تثقب او خطي هذا. بالك مال اللي في يدي تاع الموضوع اللي تعاوده. خطي خطي. هيا نكمل لكم مالا والرسم اللي قعدت من بعد نرسمه ونبعثه لكم. هكا ركزوا برك معايا، ركزوا لهنا ركزوا. قال لي اشرح نشاط، خلاص شرحنا. قال لي تنتج الخليه سين عن تطور الخليه الليمفاويه السابقه. وش هي الخليه الليمفاويه السابقه اللي تنتج عنها الخليه سين؟ شكون؟ قال لي تنتج الخليه سين عن تطور الخليه الليمفاويه السابقه، ولمعرفه هذه الخليه الليمفاويه وشروط تطورها تعطى النتائج التجريبيه التاليه. ولازم نقرا لكم باش ما نسبقش الاحداث. يمثل الجدول نتائج تطور العدد الليمفاويات ال تي كات و ال تي ويت و ال بي بين الخليه سين على من رايحه تنتج على بين. والخليه سين في العقده الليمفاويه القريبه من مكان دخول الفيروس. يمثل الشكل واحد تغيرات عدد الخلايا ال تي ويت
في الطيحان الفأر الطبيعية والفأرين الطافرين، إحداهما حقن بالأنترلوكين، درك نورمالمون فهمتوا الطفرة وين صارت، إحداهما حقن بالأنترلوكين. اثنين، علما أن الطفرة تصيب مورثة سي أم أش دو. الطفرة صابت لنا مورثة السي أم أش دو. أخوتي الال تي كات على من تتعرف؟ اسكو تتعرف على الاشاله واحد ولا تتعرف على الاشاله اثنين؟ اسكو تتعرف على السي ام اش ولا تتعرف على السي ام اش دو؟ اكيد اكيد تتعرف على السي ام اش دو. والطفره وين صارت على السي ام اش دو؟ ينطق واحد يقول لي الشيخ الشيخ سما ما كانش انترلوكين زوج مادام الارتيكات مش راح تتعرف على المولد. نقول له ممتاز ممتاز، ما فهمتش انا البيرفورين. البيرفورين هنا خويا واش دار؟ شفت الخليه سين اللي هنا، خليه سين قامت هذه، قامت بالتعرف باللي كان خليه مصابه، والخليه سين هذه ما تقدرش تكون ال تي كات. علاه؟ باسكو الخليه مصابه ما تعرضناش البيبتيد المصادي الا على الاشاله واحد، وما دام خالتي على الاشاله واحد عندي زوج خلايا هما اللي قادرين نتعرف عليها، ال تي سي والال تي ويت، والال تي سي تنتج اصلا على الال تي ويت هكا. وما دام الال تي ويت تقدر تتعرف على الخليه ال تي سي هكا، تقدر تتعرف على الخليه ال تي سي يا هو مادام ال تي ويت تقدر تتعرف على الخليه المصابه. ال تي ويت ما ينتجش عن نشاطها حويصلات، واش ما ينتجش عن نشاطها الثقوب؟ اذا شكون اللي ينتج عن نشاطها الثقوب؟ هي ال تي سي. اذا قضي الامر هي ال تي سي، فهمت؟ والبرفورين هذا بروتين يقوم بثقب الغشاء الخارجي للخليه باش يخلي الماء والشوارد والاملاح تدخل، ويقوم بتشكيل قنوات كما راك تشوف باش ما يتقفلش الثقب. هاي نكملوا اللي قالت اشاره سنين ممتاز. بالتالي الطفره صارت في الالتي صارت قص الاشاره 2، مادام قص الاشاره 2 الاشاره 2 تبدل ولا غير مكمل في البنيه الفراغيه، يا اما المؤشر النوعي سي دي كات ولا ما يقدرش يتصابط به، يا اما التي سي ار ولا البيبتيد المصدد ولا ما يقدرش يعرض على الاشاره 2. وبالتالي شوفوا خاوتي كي تصرع في ساكي مادي الالتي كات ما تقدرش تتنشط بواسطه الانترلوكين 2، لا تنشط روحها لا تنشط الناس. فهمنا درك الطفره؟ قال لك يمثل الشكل بنتائج قياس نسبة تخريب الخلايا المصابة عند الفأر الطبيعي، الفأر الطبيعي والفأر الطافر الذي لم يعالج بالأنترلوكين، ما عاودوش حقنه بالأنترلوكين. شوف يدير صدمة حلولية هيه، وبالتالي تنفجر الخلية بصدمة حلولية هيه. هيا نكملوا. شوف الزمن 05/10/15/20 هكا، هذه الأيام اللي قاعدة تمر. ها هو قال لك لخطر الزمن بالايام. وشوف لهن ال تي كات ال تي ويت ال بي والخليه سين. شوف شوف الخلايا ال تي كات اي غير تزداد، والخلايا ال تي ويت وشي صرا اي غير قاعده تزداد. هاي ال تي ويت ال تي ويت ال تي ويت ال تي ويت ال تي ويت، والخلايا ال بي اي غير كيف كيف تزداد. قال لك يمثل الشكل با، هاو الشكل با ما تغلطش، هذا جدول برك، هاو الشكل با وهاو الشكل الف. قال لك الشكل با نتائج قياس نسبة تخريب الخلية عند الفأر الطبيعي والفأر الطافر. شوف الفأر الطبيعي قد مهما الخلايا تخربت، شوف شوف الفأر الطافر قريب ما تخربتش الخلايا هكا. وقال لك ثاني ما هدرش حتى لدرك على الشكل ألف، قال لك بين أن مصدر الخلية سين، بين مصدر الخلية سين باستغلال نتائج الجدول رقم 2. شوف خاوتي مصدر الخلية سين قضي الأمر هي الخلية التويت. علاه؟ باسكو الخليه سين قامت باحداث ثقوب واش على مستوى غشاء الهيول للخليه، واللي اكد لي انه مصدرها هو الخلايا التويت وماهيش هي الخليه التويت، ذلك لانه كون جات عنده كون جات هي الخليه التويت كان عند الفأر واش الطافر والغير معالج، واش يصرى دمر الخليه المصابه واللي هنا ما دمرهاش. اذا عند الفأر الطبيعي قامت الخليه بانتاج الانترلوكين سنين اللي هي الخليه التيكات، راح الانترلوكين لمن لي واش راح الانترلوكين سنين للالتيويت وحفزها على على التكاثر والتميز الى التيسي، وبالتالي تم تدمير الخليه. هنا عند غياب الانترلوكين ما دمرتش الخليه، فهمتوها عليها؟ فهمتوا علاه هي الخليه التيسي. ما ندخلوش عدد وترتيب الاحماض الامينيه في الطفره. وش هي الطفره هذه؟ ما ندخلوش عدد وترتيب الاحماض الامينيه في الطفره، ما قاليش فسر، مازال هو ما قاليش بالنسبه لديرو، ما قاليش فسر، ما قاليش فسر. عندي الحل المنهجي خويا، لا عندك الحل المنهجي خدمنا. شفتوا ورا ما نخلص البث، ورا ما نخلص البث مارسي انت ثاني، قال لي واحد مارسي البث بلا مزيه، ورا دعيوا لنا برك، ورا ما يخلص البث انشروا انت في التعليقات، انشروا في التعليقات وانا نعاود نهز عليك التصاور وننشر.
لا عندك الحل المنهجي تاع هذا، ما تنشرش اللي كيما بعثت لي قبيل الطفله مشتعوه، يزيد الشعب يقول لك محمد يوسف هذا يهضر لنا سيده وحاط البي سي ار وقعد يهضر لي على حاجه خلاف. اتوله خاوتي. قال لي ما بين مصدر خير ياسين باستغلال نتائج الوثيقه 2 قضي الامر. اذا باستغلال نتائج الوثيقه 2 مصدر خير ياسين اللي هي الالتويت، حلل الشكل الالف. وين راح الشكل الالف هذا؟ شفتوا واش صعيبه من الوثيقه 2. في التحليل عندي عنوان منحنى بياني يوضح عدد الخلايا التويد في باش ياكد لي انه الخليه سين ناتجه عن تميز الخلايا التويد. منحنى بياني يوضح عدد خل ها نقول اعمده تولهو خاوتي تولهو. نزيدو نقولو منحنيات نهلكو رواحنا. اعمده بيانيه توضح عدد الخلايا التويد في الطحال بالنسبه لفأر طبيعي وفأر طافر وفأر طافر، ولكن حقنا بالانترلوكين سنين قبل وبعد الاصابه بالفيروس. هاو عنوان مليح. حيث نلاحظ قبل الاصابه بالفيروس كميه او عدد الخلايا الليمفاويه التي ويت عند الفأر الطابع عند الفأر الطبيعي والطافر متماثله. هاي هذا عند الطبيعي وهذا عند الطافر متماثله قضي الامر. وعند الإصابة بالفيروس نلاحظ أن كمية الخلايا أن كمية خلايا الالتويت عند الفأر الطبيعي والفأر الطافر الذي حقن بالأنترلوكين 2 متماثلة. خلاص بينما خلايا الالتويت عند الفأر الطافر برك ماشي اللي حقن بالأنترلوكين لم تتغير. شفتوا كيف نحلل هذا؟ يعني طوله تحليل مقارن، وهذا اصعب انواع التحاليل. هذا ما تستعملوش انت الا لا طلب منك، او كيما يكون مثلا كيما هنا سهل، كيما لهنا تقدر تقارن هادو في زوج ببعضهم بشكل سهل، تقدر تقارن هادو في زوج ببعضهم، وتقدر تقارن القيمه هادي وهادي تقول له لم تتغير منذ البدايه قبل وعند اصابه بالفيروس. هكا استغفر الله اخي، ما زالت البطاريه تاع الكاميرا اليوم حكمت. سبحان الله حرت فيها اليوم حكمت. هيا نكملوا. هاي قال لي حلل نتائج الشكل واحد صعيبه وخلاص حللناها. فسر نتائج المتحصل عليها في الشكل رقم با. وين راح الشكل با؟ ها نتائج الشكل با. نتائج الشكل با لاحظنا انه عند الفأر الطافر والغير معالج يعني ما حقنولوش الانترلوكين سنين ما لاحظناش عدد كاينه نسبه خلايا مصابه بزاف. هاكم تشوفوا قليله خلاص، كون نسقطوها تطلع 0.07 ولا حاجه كما. هل نقول نسبه الالتويت؟ وش هي الكلمه هذه اللي كتبتها اخويا؟ يعني ما تصلح تقراها لا بالفرنسيه لا بالعربيه لا باي لغه خلاف. وش هي؟ هل تصلح هل نقول نسبه الالتويت ونقولوا تي دي اش جي جي بي جي دي بي مش هذا اخوتي؟ اكتبوا بالعربيه بارك الله فيكم ما تهبلونيش. نكمل. تفسر نتائج المتحصل عليها في الشكل با. النتائج المتحصل عليها في الشكل با سبب ديريكت وقال لي تفسير بلا ما نحللو سبب تخريب الخلايا المصابه من طرف الفأر الطبيعي راجع الى تمايز الخلايا التويت الى التي سي، وذلك بتأثير من المبلغ الكيميائي الانترلوكين 2. خص الهضره. سبب عدم تخريب الخلايا المصابه عند الفأر الطافر والغير معالج هو عدم تمايز الخلايا التويت الى خلايا واش التي سي سامه بسبب غياب مبلغات كيميائيه الانترلوكين 2 الناتجه عن طفره وراثيه في السي ام اش دو. هكا اسكو فسرتها مليح. ما هي المعلومات المستخلصة من الشكلين واحد وبا؟ المعلومات المستخلصة من الشكلين واحد وبا وجود الأنترلوكين ضروري لقيام بالاستجابة المناعية النوعية الخلوية والخلطية معا، بحيث إذا غاب المبلغ الكيميائي الأنترلوكين بحيث إذا غابت الخلايا الليمفاوية التيكات أو لم تستطع التعرف على
وجود لم تستطع تعرف على وجود مولد ضد في العضوية بسبب طفرة وراثية في السي ام اش، فإنه لا يتم إنتاج انترلوكين 2، وبالتالي لا تتم الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية، وذلك لأن الخلايا التقاط هي محور الاستجابة المناعية. هل نقول نسبة الالتويت هل نقول نسبة الالتويت في التحليل؟ عذرا على السؤال السابق، لا ما كانش مشكل لك، ما كانش مشكل خويا، ما كانش مشكل، او نضحك معاكم برك ماشي صح. هل نقول نسبة الالتويت في التحليل؟ نعم، شوف تقولها له في العنوان، وتقولها له كي تجي تهضر لهنا، مثلا لهنا تقول له نلاحظ ان نسبه الالتويت عند الفأر الطافر والطبيعي قبل الاصابه بالفيروس لم تتغير، ونسبه الالتويت عند الفأر الطافر والطافر عند الفأر الطبيعي والطافر الغير معالج عند الاصابه بالفيروس عند الاصابه بالفيروس ارتفعت وتماثلت في القيمه، تماثلت في القيمة، بينما عند الفأر الطافر والغير معالج بقيت نسبة الخلايا التويت كما هي ثابتة لم تتغير. شفتوها كيف؟ قال لي ما هي المعلومات، أعطاني قال لي مما سبق ومن معلوماتك بين في نص علمي مراحل الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا اللمفاوية سين اللي هي الخلايا اللمفاوية التيسي. خوتي اللي هنا في الاستجابه المناعيه، اسكو نذكر له، ماذا بيا تجاوبوني درك في التعليق باسكو خلصنا، اسكو نذكر له في النص العلمي هذا الاستجابه المناعيه النوعيه الخلطيه ولا لا؟ هاي نذكر له الاستجابه المناعيه الخلطيه ولا لا؟ سؤال واضح. واش نذكر له؟ ما وصلني حتى جواب. لا، واحد قال لي لا، قال لي يا خويا ما نذكرولوش. وحده، هذه وحده، وحده قالت لي لا ما نذكرولوش. وي علاه ما نذكرولوش؟ باسكو نص التمرين كومبلي جاني على الاستجابه المناعيه الخلطيه الخلويه، استغفر الله يا ربي، الخلويه. وزاد قال لي مراحل الاستجابه المناعيه التي تتوسطها الخلايا اللمفاويه سين سين، نجينا انا راح نصحح وجهي ونقول له استجابه مناعيه الخلطيه، هاو هكا ما يحطينيش النقطه. اذا في النص العلمي هذا كما شفنا في السابق راح نعطي له مراحل الاستجابه المناعيه النوعيه الخلويه. نقول له من مراحل من مراحل تعرف الالتيكات على مولد ضد المعروض رفقه الخليه العارضه وانتاج الانترلوكين، ما نكثرلوش بزاف، وانتاج الانترلوكين اللي يروح للخليه التويت المحسسه ويؤدي الى انتاج ال تي سي، ونقول له بلي ال تي سي تعمل على تدمير الخليه المصابه بواسطه حويصلات البارفورين، حويصلات البارفورين. وخلاص هذه هي، هذا هو النص العلمي، ما نروحش ندخل له ال بي باسكو ما تنفعليش، و ال تي كات نشير له ليها، نشير له ليها، نقول له ال تي كات التي لها دور في التعرف مثلا على في تعرف البيبتيد المصدر للمعروض رفقه الخلايا العارضه وهي الماكروفاج، رفقة السيبيا أو الخلية العارضة، ثم تقوم الالتيكات بالتمايز إلى ال تي اش، بلا ما نقولوا بالتحفيز الذاتي، ولا تقوم بالتمايز إلى ال تي اش المنتجة للأنترلوكين 2 وهو مبلغ كيميائي يتجه نحو مستقبلاته في الخلية ال تي ويت، الذي وشرح يسرى الذي سوف يحث على التكاثر من خلال الدخول في سلسلة انقسامات خيطية متساوية والتمايز إلى خلايا ال تي سي. ما نقولوش خلاص ال تي ويت أم تاني، ما تهمنيش ما تهمنيش، حتى من بعد تزيدوا شوفوا التحليله، ولا نقول له ثاني تميز الى ال تي سي و ال تي ويت ام، ونهمل له دور ال تي ويت ام ما نذكرولوش، ونقول له تميز الى ال تي سي و ال تي ويت ام، حيث يكمن دور ال تي سي في التعرف على الخليه المصابه عن طريق التي سي ار بخاصيه التعرف المزدوج، عن طريق التي سي ار بخاصيه التعرف المزدوج، كما ان السي دي ويت يتعرف على الاشاره واحد، تقوم ال تي ويت بعد التعرف على الخليه المصابه بتحريض حويصلات البارفورين، ها تقوم الخلية ال تي سي بتدمير الخلية المصابة بواسطة بروتين البارفورين الذي يقضي عليها ويتسبب لها في ثقوب تسمح بدخول الماء والشوارد والأملاح، ثم تنفجر الخلية ثم تنتبج الخلية وتنتفخ ويتم تخريبها
عبر الانفجار بصدمة حلولية. هذا هو النص العلمي، سهل جدا. اصبر نشوف الرسمة بلاك نديروها درك. قال لي اشرح نشاط الخلية سين الذي ينتج عنه مظهر الغشاء الهيولي الممثل في الشكل با. هاي نديروها، هاي ما بقاتش يعني على الرسمة باش نخليوها اللي يعني. هاي نديرو هاي، هاي في الجزء المؤطر. قال لي ارسم لي الجزء المؤطر، انا نرسمه لكم درك. ها هاي، هذه طبعا الرسم يحتوي على بيانات خلية تائية سمية، عندها واش، عندها تي سي ار. هذه نقول له خلية مصابة، عندها الأشالة. واش من أشالة؟ أشالة واحد. ها زعما تكامل بنيوي بين تي سي ار، تكامل بنيوي بين تي سي ار، وها تكامل بنيوي بين سي تي ويت. و هذا نحط له سهم، نحط له أشالة، أشالة واحد. وهنا نحط له مثلا بيبتيد، بيبتيد مستضدي. وهنا هذه نسميها له خلية تائية سمبية. وهنا نحط له مثلا تعرف، وهنا نحط له مثلا عنوان. خلاص خلصنا عنوان، نقول له رسم تخطيطي توضيحي، توضيحي يوضح، او نقول له رسم تخطيطي توضيحي لخاصية التعرف المزدوج للخلية ال تي سي، خاصية تعرف المزدوج للخلية ال تي سي على، ولا مع الخلية لتعرف خلية ال تي سي على، على الخلية المصابة، على الخلية المصابة. اسكو هذا هو العنوان، هذا هو العنوان. خلصت عليا الباك تاعي او التمرين اللي له علاقة بالمناعة. كش ما سؤال خاوتي، خليني ننهي الفيديو غدا ان شاء الله. ودرك انا راح نطلق كشغل استفتاء بسيط، نقول لكم تحبوا غدوة نزيدو نديرو التمارين واللي وراه ندخلو في الاخر النقل العصبي، ولا تحبوا غدوة طول ندخلو في النقل العصبي. اعطوني نتوما رايكم، وانا ان شاء الله نشوف كيف ندير. واش هما لي باك لي جات فيهم الالبي غدوة؟ واش دير؟ هذا وين كنت نقول فيها، كنت نقول لكم خاوتي يعني راح نحط لكم انا استفتاء، راح نحط لكم استفتاء. حطوا، حنحط لكم ماذا تختارون هيك. حنطلقوا درك هاشتاغ، نقول لكم ماذا تختارون دروس قادمه. نحط لكم واحد تمارين، مثلا تمارين مناعه نزيدو نكثروا منهم. زوج دخول في النقل العصبي، خيروا اللي تساعدكم ونشوفوا. واش مثلا يكون يخيروا 6 ولا 10 النقل العصبي، والاخرين يخيروا واحد 6 ثانيه ولا 12 ولا كذا. المهم النسبه تاع الاغلبيه هي اللي راح نمشي عليها، راي الاغلبيه. هاي خلاص، كش ما كاين اسئله. شو قلت لها نطلق هاشتاغ وحطي فيه رايك، حطت لي رايها في الكومنت. معليش دوك كي تحطي كي نزيد نحط الهاشتاغ، حطي رايك كاني باش نحسب، انا باه نحسب الاراء وعلى حسابها نشوف كيف ندير. بالك 16 عينهم نكملوا و16 ما عينهمش خلاف، هادي نشوف كيف ندير. هاي كشما اسئله في المناعه، باسكو احتمال كبير غدوه ندخلوا في النقل العصبي، كما احتمال غدوه نزيد نديروا باك ولا زوج ولا. كش ما اسئله خاوتي ما تهبلونيش. نستنى في الاسئله تاعكم. استغفر الله. هاي الأسئلة قداه في الساعة؟ قداه في الساعة؟ راهي 10:30.
دي بي دي كيو او دي ار. هذه هي المورثات تاع السي ام اش تنين. هذه المورثات تاع السي ام اش تنين. المورثات هذه تاع السي ام اش تنين سبق وان تطرقنا عليها، هي دي بي دي كو دي بي و دي كو و دي ار. هي مورثات خاصة بالسي ام اش هكا. زيدوا باش اسئلة. كشما اسئلة دي بي دي كو دي ار هي المورثات تاع السي ام اش تنين. كيفاه النمط الوراثي يا خوتي؟ اني مانيش فاهمكم. شوفي دوك شفتي ورا الفيديو هذا، بالنسبه للشخص اللي مش فاهم نحط لك الفيديو وتتبعي. شوفي لي فيديو تاع المناعه اللي في لاشين تاعي، تلقاي حاط على حاط كمدخل اول للمناعه، تلقاي درس المناعه واحد وزوج بعد شرحهم في الورقه بلا كتاب، واش معناتها دي بي دي كو دي ار والانماط الوراثيه. وبالنسبه تاني بث مباشر عاودت معاكم من الاول تاني هكا، تبعيهم وشوفي. اسئله اخرى خاطي. اسئله اخرى، هيا خليني ننهي عليا البث. 51 دقيقة. هاي ما كاش أسئلة أخرى؟ ما كانش أسئلة أخرى في هذه الحالة. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت وما سأتعلم، فرده عند حاجتي إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، وحسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه دائما نقراوها بعد الدراسة. وصلى الله بارك على سيدنا محمد. هاو الدعاء اللي تقراوه بعد الدراسة، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، هكا فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد أجمعين، وأمين أمين أمين. يعني كي تقولوا صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد اجمعين. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السلام عليكم ورحمه الله. صوتوا في الهاشتاغ اللي راح نطلقوا درك، صوتوا ونشوفوا رايكم، ونشوفوا غدوه لا نكملوا النقل العصبي ولا نديروا زوج ثمانيه خلاف تاع مناعه تاع باك، ولا نشوف شنو ندير.